مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الاجتماع والحوار هذا ان شاء الله باش يكون في ضيف المعهد العربي لرسائل المؤسسات. هي مش اول مره نتقابلوا مع الاحزاب السياسيه اللي يشرفونا اليوم. كنا بدينا البرنامج هذا منذ تقريبا مارس 2019 في مرافقه الاحزاب السياسيه وقتها حول البرامج الاقتصاديه، ولانه المعطى الاقتصادي معطى مهم برشا، او ربما هو اهم معطى خلينا نقوله وقتها، وتوا زاد بدينا وقتها مع مختلف احزاب سياسيه. تقريبا كلهم اللي موجودين اليوم معنا كانوا موجودين معنا في 2019، وطبعا كانت وقتها حكينا برشا توصيات، تحكينا على او شخصنا اكثر الوضع. كانت فما دوسيات حليناها خلينا نقولوا، ومن بعد صار نقاش بين مختلف الاحزاب السياسيه وبين ليزيكسبير والخبراء اللي كانوا حاضرين، وكانت فما مجموعه من الملاحظات والتوصيات. اليوم معلاش عاودنا رجعنا في 2021 نحكيو في تقريبا نفس المواضيع. ما نعرفش كان الصوت واضح ولا رجعنا نحكيو في نفس المواضيع تقريبا، لانه هذا كنا حكينا فيه من قبل ونبهنا لبرشا سيناريوهات محتمله وممكنه. تقريبا خلينا نقولوا برشا منها قاعد صاير اليوم، وربما القادم ينجم يكون فيه برشا سيناريوهات اخرى. نتمنى انه ما نوصلوش للسيناريوهات هذيك، ولكن خلينا نحكيوا على موضوعنا اليوم اللي هو تعبئه الموارد والعلاقه مع صندوق النقد الدولي. كان هذا موضوع زاد كنا حكينا فيه قبل مع الاحزاب هذيا في 2019، وطبعا باش نبداو به الحوار نتاعنا اليوم، او باش يكون موضوع حوارنا اليوم. كيفاش باش يكون الحوار؟ باش شويه يعني امور تنظيميه قبل ما نبداو. باش يكون لكل حزب سياسي ثلاثة دقائق يجاوب فيهم على سؤال، هما زوز اسئله باش يكونوا كما يبين العنوان نتاع الحوار نتاعنا اليوم، تعبئة الموارد والعلاقة مع صندوق النقد الدولي. بالطبيعة احنا هما ثلاثة دقائق، فماذا بينا نبعدوا شوية على التشخيص، لأنه تقريبا ولو انه فما شكون يقول انه حتى التشخيص مانيش متفاهمين عليه، ولكن خلينا نحطوا فرضية التشخيص متفاهمين فيه ونبداو نحكيوا على الحلول الممكنة. كيفاش اليوم الأحزاب السياسية ترى ممكن تعبئة الموارد؟ ثم السؤال الثاني باش يكون حول علاقتنا او علاقتكم كاحزاب سياسيه، او رايكم في علاقه الحكومه، لانه ما عندكمش علاقه مباشره بصندوق النقد الدولي، ولكن علاقه الحكومه اليوم وطبعا الاحزاب السياسيه مع صندوق النقد الدولي. هذا باش يكون ثلاثة دقائق لكل متدخل. طبعا من بعد ان شاء الله نكملوا كما كان يقول سي مجدي، نكملوا حوارنا ان شاء الله في كلوب هاوس، والبلاتفورم هذه كانت حابه نحكي عليها من بعد شويه نقدموها باش نعملوا لهم اشهار اليوم، ومنها نجموا نحكيوا فيها زاده، لانه فيها برشا شباب وفيها عديد من التساؤلات اللي تصير، وربما في اطار مواصله هذا التباعد الجسدي الكلوب هاوس ينجم يجمعنا. هذا بالنسبة لبرنامجنا اليوم. الأسئلة كما قلنا، السؤال الأول مش يكون حول تعبئة الموارد، والسؤال الثاني حول العلاقة مع صندوق النقد الدولي. من بعد مش يكون فما تقريبا فترة متاع حوار، أو خلينا نقول نقاش بينكم. ينجم أي متدخل أو أي ممثل لحزب سياسي يسأل سؤال لحزب سياسي آخر، أو يسأل سؤال بصفة عامة، وطبعا يصير نقاش. بالاضافه لانه احنا توا فما بث مباشر، رحبوا بالناس الكل اللي تبعوا فينا على فيسبوك، دونك فما بث مباشر واكيد فما تعليق. التعليق هذه ان شاء الله باش توصلكم. طبعا باش يصير فما الاسئله الخاصه بموضوعنا اليوم باش تم طرحها على عليكم ان شاء الله كممثلي احزاب. خلينا نبداو ساعه الترتيب باش للناس اللي خلطوا علينا توا واللي قاعدين يتابعوا فينا في المباشر وما كانوش حاضرين في الاوف وقت اللي كنا نحكيو. الاحزاب الحاضره معنا تقريبا الى حد الان سبع احزاب، في انتظار التحاق زوز احزاب اخرين اللي مازالوا ان شاء الله يلتحقوا بينا. صار ترتيبهم بالتيراج وسور، دونك اخترنا الاحزاب. الترتيب هذا صار بايدي بريئه كما عاد موجوده معنا في الصاله. الترتيب نتاعها افاق تونس هي اول حزب، ثم باش يكون معنا تحيا تونس، ثم حزب التكتل في انتظار ان شاء الله يخطئ علينا سي خليل، الاتحاد الشعبي الجمهوري، ثم حزب المسار، التيار الديمقراطي، حركه النهضه، قلب تونس، ثم نختم مع حركه الشعب مع سي منصف بوزازي. خلينا نبداو ساعه بالسؤال الاول، ولا خلينا نبداو نرحبوا ساعه بضيوفنا. بالنسبه لافاق تونس يمثلها اليوم سي قيس العلاني، مرحبا بك سي قيس. عن تحيه تونس يحضر معنا سي محمود السماوي.
من حزب وعن حزب التكتل الدكتور خليل الزاوية إن شاء الله يلتحق بنا بعد شوية، الاتحاد الشعبي الجمهوري سي محمد طاهر سيسي، مرحبا بك سي محمد طاهر. من عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سي حافظ الحلواني، مرحبا بك سي حافظ. وحزب التيار سي أشرف الجبري، وحركة النهضة رضا السعيدي، ثم قلب تونس فؤاد ثامر، ونختم مع حركة الشعب مع منصف بوزيزي. مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ بسؤالنا الأول اللي هو موجه لسي قيس العلاني كما تفهمنا. سي قيس، اليوم نحكيه طبعا على إشكالية كبيرة اللي هي تعبئة الموارد، وهذاك علاش قبل ما نبدأ أو قبل ما نمشي معك خلينا نشوفوا ساعة الفيتير الخاص أو اللي عدوا المعهد العربي رؤساء المؤسسات حول إشكالية تعبئة الموارد اليوم وبالأرقام الوضعية متاع البلاد اليوم قبل ما نمشي معك سي قيس. عجز الميزانية تقلص موفى أفريل 2021 إلى حدود 1219 مليون دينار، مع ارتفاع الموارد الذاتية لميزانية الدولة 973 مليون دينار نتيجة المجهودات الاستثنائية على مستوى استخلاص الديون الجبائية. وتراجعت النفقات ب 153 مليون دينار نتيجة تراجع نفقات التدخلات، رغم ارتفاع نفقات التأجير بحوالي 178 مليون دينار مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية لشهر أفريل 2020. الجديد اليوم هو التأخير المسجل على مستوى تنفيذ استراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، وارتفاع سعر برميل النفط إلى حدود 75.5 دولار في 23 جوان 2021، وينتظر أن يكون المعدل في حدود 70 دولار خلال كامل سنة 2021، وبالتالي ارتفاع نفقات دعم المحروقات إلى حدود 2000 مليون دينار مقابل 400 مضمنة بقانون المالية الأصلي، إضافة إلى الانعكاس المباشر لتفعيل الاتفاقيات القطاعية على حجم الأجور سنة 2021 في حدود 800 مليون دينار. صعوبات مهمة على مستوى التصرف في موارد الخزينة، خاصة في ظل تأخر إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتأخر سحب عديد القروض المتعلقة ببرامج دعم الميزانية، في ظل حاجيات تمويل بلغت حوالي 18500 مليون دينار، أي ما يعادل 36% من إجمالي نفقات الميزانية، وهو مستوى غير مسبوق. كما ينتظر أن يتوسع عجز الميزانية خلال هذه السنة بصفة أكبر، تقارب المستوى القياسي المسجل في موفى سنة 2020 والمقدر بحوالي 11228 مليون دينار، وبروز ضغوطات كبيرة على مستوى موارد الخزينة على المدى القصير جدا، نظرا لقرب آجال تسديد قرضين بضمان أمريكي بحوالي 1000 مليون دولار أواخر جويلية وبداية أوت. تخلف عن سداد الديون يدخل البلاد في دوامة الإفلاس المعلن، واللجوء إلى البنك المركزي يمكن أن يعمق الأزمة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإبرام اتفاق مع صندوق ضرورة فرضها الواقع الحالي نظرا لشح موارد التمويل، رغم أن هذا الاتفاق لا يعني دخول أموال لميزانية الدولة، فاللجوء إلى الصندوق يبقى نسبيا ولن يمكن من فض كل الإشكاليات، حيث ينتظر أن تبلغ السحوبات المرتبطة بهذا الاتفاق حوالي 2000 مليون دينار، السحب الأول من الصندوق 250 مليون دولار، البنك العالمي 175 مليون دولار، الوكالة الفرنسية للتنمية 150 مليون أورو، الوكالة الألمانية 150 مليون أورو. كما أن الوديعة الحصول عليها غير مؤكد حتى الآن، ستكون وفق شروط وبنسبة فائدة يتحملها البنك المركزي ولن تكون موجهة لتمويل الميزانية. تجاوز فجوة التمويل 6000 مليون دينار إذا ما تم التقيد بالمستوى المضمن بمنوال التمويل الأصلي، وهو ما يطرح أزمة سيولة، إضافة إلى ضرورة التفكير في السنة المقبلة والتي ستكون أصعب على مستوى المالية العمومية، مع ضرورة الخروج على الأسواق المالية العالمية، وهو ما يجرنا لإشكالية استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط.
شكرا لك. كان هذا التقرير بصوت زميلتنا وصديقتنا مريم. دونك نحكيو اليوم سي قيس على تعبئة الموارد، وخاصة كما كنت تسمع في الفيتير انه مشكلتنا اليوم مش فقط على انه عندنا 6 شهور من اللي في يعني تقريبا العام قريبا نكملوه، اون برانسيب نبداو نحكيو على 2022، احنا اليوم ما زلنا نحكيو على 2021 هذه الاولى. وثاني حاجة وهذا ربما الأهم، انه يلزمنا تعبئة موارد عاجلة، لانه عندنا استحقاقات، كنا نحكيو على 1 مليار دينار او 1000 مليون دينار الاستحقاق اللي باش يكون اخر شهر جويليا بداية اوت. شكرا وبارك الله فيكم على الاستضافة وعلى البدرة. عموما هو راهو الموضوع معناها نحن كأننا نتحدثوا على جزء توا اللي عايشينه من المشكل، ولكن الاشكال كله نتاع الديت وعجز ميزانية الدولة عموما هو مشكل معناها ملي الثورة، بعد سنوات بعد الثورة كان مشكل موجود بطبعه، لأن بطبيعة العجز ثم المداخيل والمصاريف. في المصاريف يعني جينا في الوظيفة العمومية وزدنا يعني 200,000 شخص من أصل 400,000، يعني تقريبا نصف 50% تزيدوا من ناحية، ومشير دونك هذايا في المصاريف مع عدم تحسن بالمرة في طريقة تسيير الدولة ومصاريف الدولة وترشيد المصاريف وغيره، ومن ناحية الأخيرة ما خلقناش بالمرة اقتصاد اللي قاعد ينجم يخلق نمو وينجم يمكن من مداخيل اكبر للدوله، بل بالعكس اقتصادنا اليوم معناها البي بي نتاعنا بالدولار قاعد ينقص، وبالتالي هذا ثم عجز ستركتوريل في حد ذاته. العجز هذا باش بتقول انت باش نزيدوا المداخيل، اوكي توا قاعدين نمشي ونحن اون ديتريس شويه نحو صندوق النقد ونحو فهمتني ولا البنوك العالميه باش نحاولوا نجيبوا مداخيل، ولكن هذايا ماهوش هذايا اصل الاشكال. اصل الاشكال لازمنا اليوم في اليوم قبل الغدوه نقوموا بالاصلاحات العميقه لاقتصادنا من شيره اللي باش يمكننا من مداخيل حقيقيه ترجعنا ديك الموارد اللي باش ترجع للبلاد لموارد الدوله من ناحيه، ومن ناحيه الاخرى لازمنا نقوموا بالاصلاحات اللي يلزم في مصاريف الدوله بما فيها ترشيد المصاريف بما فيها كتله الاجور اللي هو موضوع معناها ديما نحاولوا الحكومات المتعاقبه معناها اللوتريت ينظروا له بطريقه هكا لينا. المشكل الكبير في هذا الكل ان اليوم في التسيير عندنا الدوله مش قاعده الاكزيكيوت، ما عندناش حكومات قاعده تاخذ الشجاعه في انها تطبق سياسات فعليه في تغيير الوضع. مثلا ناخذ موضوع الطاقه، الحاجات العاجله، لانه قلنا الاصلاحات العميقه نتائجها تكون ما زالت على المدى المتوسط والبعيد يعني عاجلا. في العاجل مثلا ناخذ انا قطاع المناجم. اليوم ماهوش معقول ان عندنا في التريمستر الاولاني من السنه معناها اونيا 370 يعني 370,000 تورناتا اللي هي نجم نعملوا 3 مرات قدها يعني كانتاج، وبالتالي هذيك تتعدى اكسبورتاسيون وتدخل مداخيل للدوله. باش نرجعوا للجانب المالي البحت، اليوم مشينا لصندوق النقد هذاك اللي نجموا نعملوه عاد معناتها في الوضع اللي عندنا، نامل انه يكون الديمارش تقدم دون سو سونس باش نجموا على الاقل ناخذوا المال هذاك اللي خلينا نعديه الفتره هذيا، ولكنها تنجم تكون انكلمون جوست الوغ كو المرض الكبير الداخل ما نداويش مرض كبير بالباراسيتامول معناها باللي فرقوا. واضح. شكرا ليك سي قيس، وشكرا زاد على التزامك بالثلاث دقائق، راني قسيت عليك شويه سكوندات، نرجعوا لهم ان شاء الله من بعد في الحوار نتاعنا. السؤال او نفس السؤال يتوجه للسيد محمود سماوي عن حركه تحيه تونس. مرحبا بك سي محمود. سي محمود تخدم الميكرو نتاعك قبل ما فوالا، وسي قيس تسكر الميكرو باش ما يصير شيكو. بارك الله فيك. مرحبا يعيشك وبارك الله فيكم على المبادرة الطيبة. باش نحكي على تعبئة الموارد بالنسبة للدولة التونسية، وهي تعبئة الموارد اللي خلطنا لها الحالة اليوم هي نتيجة سياسة كاملة ما فيها باش كان نحدوا فيها شنو هما الإشكاليات اللي صاروا. احنا اليوم البلاد تعيش في أزمة سياسية وأزمة مالية عمومية وأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية. في نفس الوقت اليوم كي خلطنا العجز رانا
حاجات صارت في الفترة اللي فاتت، نذكر على سبيل المثال بين قوسين، يعني شريك الاجتماعي مثلا مش يكون عندنا فكرة في 2015-2016 صلح صح أكور مع الدولة التونسية فيه 200 مليار دو أمباكت على الأوغمونتاسيون. أول مرة في تاريخ الدولة التونسية نخلطوا 270 دينار أوغمونتاسيون مرة واحدة. كي جات لي زوغمونتاسيون اللي قاعدين يصيروا قاعدين ينفعوا في المواطنين، ومام طون داخلين في سيكل دانفلاسيون، تزيد قاعدة تزيد في الشهري، ما عندكش برودكسيون مش قاعد تزيد، والانفلاسيون هاك تشوف فيها. العجز كان في 2019 3.9، وكان عندنا برنامج اف ام اي، لازم نكونوا نوضحوا الامور. اش صار؟ وقفنا البرنامج الاف ام اي وقت الكورونا، وخذينا ان اكورد دو سوتيان كوفيد في 750 مليون دينار اللي موجه لاكومبانيمون تاع المؤسسات وموجه للصحه العموميه. 750 مليون دينار الى يومنا هذا يعني اللي كان موجه لهم مشاو في لابوي بيجيتير، والازمه الماليه العموميه متواصله. لاكور اف ام اي لازم نفكروا حاجه، لو نحن وقفناه ما وقفوا حد. احنا مشينا للاف ام اي قلنا لاكور نوقفوا، اعطيني اليوم الكوفيد، اعطيني سوتيان كوفيد، وبعد نعاودوا نرجعوا نعملوا اكور. الحكومه من 1 سبتمبر اللي تي اون فونكسيون، اليوم ليومنا هذا ما بديناش، واحنا هو مره ناكور هو مره باش نعملوش اكور، ما بديناش ان اكور ان نيغوسياسيون سيريوز مع الحكومه مالغري لي شيفر اللي كنتو تحكيو فيهم، بلوس لا بارتي انرجيتيك والفارياسيون تاع البارتي انرجيتيك راه مش حاجه صغيره في الميزانيه. اليوم ماشيين لافامي نيغوسيو، واحنا كي تنيغوسي 6 اشهر ولا 10 من 1 سبتمبر كنت نيغوسي افيك دي مير كونديسيون، انت اليوم ماشي ما عندكش ان بوفوار نيغوسياسيون. وحاجه اخرى كي نحكيو على الموارد لازم نوضحوا الامور، لاكور افامي ني با ان اوبجيكتيف، راه لاكور افامي اليوم في دي شوز دولوروز. في لاكور افامي في لا بارتي ما سالاريا، في لا بارتي كومبونساسيون، وفي لا بارتي انتربريز بيبليك واللي موراجي دو بيدجي. هذوما المواضيع راه عجزت الحكومات الكل باش تناولها بصفه يعني فيها ناجعه. اليوم ولينا نحكي وقلت علينا ماشيين لاكور اف ام اي، يعني هو الهدف كيف صح اكور اف ام اي هذاك الهدف وباش نخرج. غلط، مش هذا الموضوع. بالنسبه للموارد اليوم لاكور اف ام اي ولا مالوروزمون جو لو دي باللي كونديسيون هذوما ولا ما عادش عندنا بوكو دو بوفوار دو نيغوسياسيون، لكن فما حتى حكومه راه تطبق لاكور اف ام اي على لتر، ما كانش راهي العالم خلاه ماك العام. اثنين للاسف اثنين نرجع لها من بعد سي محمود في النقاش، موضوع يعني كبير في ثلاثة دقائق على الموارد. لا باش نرجعوا للنقاش، النقاش باش تاخذ اكثر من ثلاثة دقائق ان شاء الله، وقتها نجموا نحكيوا ويصير تصير الاسئله والاجابات من عندكم. مرحبا بالدكتور خليل زاويه، التحق بنا مؤخرا، ما نعرفش كان نعاود يعني علاش انت كان ترتيبك الثالث معنا اليوم، لانه يعني صارتي راجيسور، وطبعا زيد يلتحق بنا سي فؤاد. مرحبا بك سي فؤاد، خلينا يخلط سي فؤاد للبيبيتر نتاعو ومن بعد نحكيو مع مرحبا بك تفضل. مرحبا سي فؤاد ثامر يلتحق بنا قلب تونس. نرجع معك دكتور خليل، نحكيو او كانت البدايه بالتعريف بالاحزاب السياسيه المشاركه اليوم، 9 احزاب موجودين معنا، وطبعا فما زوز اسئله مهمين، تعبئه الموارد او الحلول العمليه العاجله لتعبئه الموارد اليوم، ورؤيتكم كحزب للعلاقه مع اللافامي او صندوق النقد الدولي. طبعا صار تيراج وسور وكان ترتيبك الثالث، ما خلطتش على السحب هذا، وذاك علاش توا السؤال موجه ليك انت دكتور خليل زاوية عن حزب التكتل حول الحلول العملية العاجلة لتعبئة الموارد. شكرا على الاستضافة واعتذر على التأخير. مرحبا بك. يعني معناها هذه سينيكوسيون ديفيسيل، معناها في ثلاثة دقائق باش تلقاها، يعني الحكومة باش تكون عاجزة، الحكومة باش تكون عاجزة على إيجاد الحلول العاجلة بالخصوص فيما يخص القروض اللي عندنا معناها أجال نتاع شهر. دكتور سامحني لو كنت نحي الماسك جوست باش نسمعوك بالكدا. داكور معلش، الآخرين ما نحاوش الماسك فسمعوهم أنا. لا ما يسالش، الصوت يظهر لي الميكرو بعد شوية. يعني معناها الحكومة الفابويزي أكيد في الريزيرف اللي عندنا في البنك سنترال، مش يكون هذاك هو الحل بور بيي القرض هذا كي بريفو في جويليا اوت، فماش حل اخر، مش تجيبهم من فلوس. معناها ما قدرتش انها تشغل
الرافعات نتاع العمله الصعبه اللي هما القطاع المناجم والقطاع البترول. ما قدرتش الحكومه فشلت في الشيء هذا. شنو عندها باش تجي؟ انا هذه الوضعيه معناها نعيشوا فيها. معناها ما نتصورش اللي ثم حل اخر حاليا انيا يعني في الشر هذا. ثم حل اخر؟ فماش حل اخر. حتى لو كان تحب تبيع معناها بعض الاشياء ماهيش باش تقدر. معناها ثم التزامات اللي باش تكون معناها قاسيه. العلاقه مع الليثيمي العلاقه مع الليثيمي نرجعوا لها من بعد. انا مراش حاليا اي حل للحكومه الحاليه لسداد القرض اللي جاي الشهر الجاي ما عدا التوجه للبنك المركزي ومعناها اخذ من الرصيد نتاع العمله الصعبه اللي عندنا في البنك المركزي. ما ثماش حتى حل اخر. وباش يكون هذاك الحل؟ باش يكون هذاك الحل هو ما نحبش نطول برشا في التحاليل لكن هذاك هو باش يكون الحل. وما واضح دونك ريزيرف نتاع البنك سنترال هي الحل وباش يمشيو للبنك المركزي لتمويل الميزانيه على الاقل الحلول العاجله. لا لا لخلاص الديون مش تمويل الميزانيه. البنك المركزي يرفض تمويل الميزانيه على الاقل لخلاص الديون. عندنا ريزيرف دو ديفيز اللي بغيت توتيليزي اون بارتي لانه حتى القروض لدى البنوك بالعمله الصعبه يمكن تجيب لكن مش بتجيب المقدار الكافي لسداد الديون. واضح دكتور شكرا ليك. هذا طبعا واحنا منين ممكن تجي الفلوس اليوم لسداد الديون وايضا زاد الميزانيه مهم برشا ان نحكي عليها ربما نرجع لها بعد معك دكتور لانه بخلاف الاشكال اللي نعانيه منه على مستوى تسديد القروض اللي هي يعني ديزيشيونس قراب نحكي على جويلية واوت فما مشكله اخرى زادها في الميزانيه بصفه عامه وفي تمويل الميزانيه. ذاك علاش السؤال اليوم المطروح تعبئه الموارد ل يعني التوازنات لاختلال التوازنات هذيا باش نفوتوه او نجموا مش فقط لل الميزانيه بصفه عامه تنجم تعمل اقتراض من البنوك الموجوده. واضح. وهذا اللي صار تقريبا في بدايه العام. شكرا ليك دكتور. معنا توا سي محمد الطاهر ساسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري. مرحبا بك سي محمد الطاهر. دونك نفس السؤال اللي كان موجه للدكتور خليل الزاويه. الحلول اليوم لتعبئه الموارد كحزب كيفاش تروح؟ يعطيكم الصحه. مرحبا بك. الحلول العاجله مضمنه في قانون الماليه 2021 واللي هي استخلاص الجبايه موضوع التهريب واللي هو معناها نزيف كبير جدا. يلزم الحكومه التونسيه تعمل اليات باش تستخلص تهرب الجبائي واللي هو يمثل ثلث الموارد الجبائيه المفترض 52 مليار دينار منها تمويل ثلث نتاعها باش يكون من الديون وثلثين باش يكون من الموارد الذاتيه للدوله اللي 90% منها جبائي و10% منها تقريبا من ممتلكات الدوله ومن شركاتها ومساهماتها وهذا جزء يتسمى ضعيف جدا ولذا يلزم تخدم الدوله على ان تجيب موارد من شركاتها من فوسفاتها من بترولها من اراضيها ومن هناشيرها ثم يلزم الدوله تقوى باش تستخلص ديونها وتستخلص مستحقاتها وثم تو باش تخرج عاجلا للاسواق الدوليه الاسواق الماليه مهما كانت الكلفة. احنا مش خايفين من طود انتري توا احنا خدمنا على ان باش يذبحونا زلنا نخرج للسوق العالمية نمشي لليابان نمشي للصين نمشي نتفاوض مع الدول نعمل دبلوماسية مالية ونجيبوا القروضات اللي مهما تكون كلفة لا فامي باش تسهل لنا في طود انتري باش تعطينا في كان طود انتري 5% بالنسبة لنا توا نتحملوا مسؤوليتنا نمشيوا لليابان كما قلنا نمشيوا للقطر نمشيوا ناخذوا من السوق العالمية ويعطيونا راهي الناس تحب تبيع الارجون تاعها. سي محمد طاهر يعني كي نخرج على السوق المالية ناخذوا خير من لافامي. ناخذوا تو دانتيري خير من لافامي. أكبر لكن احنا هذيك كلفة التراخي نتاعنا في الإصلاح والتراخي نتاعنا في استخلاص الجباية وضع موضوع التهرب وهذيك الضريبة نتاع تهون الدولة وهون الحكومة. يلزمها تخلص توا يلزمها تخلص تمشي تذبح وكو. ولكن الموضوع كما كنا نحكيه هو موضوع هيكلي بالنسبة لنا. نحن لا نعول على التسول. بالنسبة لنا المساعي مع صندوق النقد الدولي تحولت إلى تسول ما عادتش مفاوضات وليت تويكا القرض مقابل العرض ولينا نعرض في الأرض نتاعنا نحن وهذا وضع ماهوش سليم ولذا يلزمنا نعملوا على مواردنا الذاتية ونقوي طريقة استخلاصنا كما قلنا للجباية
واللي هي تمثل حاجة كبيرة، ويلزم نعاودوا نشغلوا عجلة التنمية وعجلة طبعا واش نشغلوا عجلة التنمية، يلزمنا نحموا سوق المجال تاع التجارة نتاعنا، ويلزمنا نضغطوا ونقصوا في التوريد وخاصة توريد الكماليات، ومن الدول اللي عندنا فيها موازنة خاسرة، ثم دول موازنة الميزان التجاري خاسر معناها نتمو، معناها ليش نورد من دولة كيما سامحوني معناها بدون دولة عندي 2500 مليار عجز. شكرا لك سي محمد طاهر سيسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري. نمشيو مع سي حافظ الحلواني عن حزب المسار. مرحبا بك سي فوزي، التحق بنا زاد رئيس الحزب، مرحبا. دونك سي حافظ، السؤال كما كنت سمعت معظم التدخلات اللي كانت اربع تدخلات تقريبا قبلك، تعبئة الموارد كيف يمكن اليوم خاصة على المدى القريب؟ شكرا على الضيافة ومرحبا بالاصدقاء الكل. مرحبا بك. واحنا في دارنا راه. مرحبا بك. هو سؤال محير العباد الكل، راه باش كان الحكومه وباش كان رؤساء المصالح اللي عندنا في تونس والمستثمرين والاحزاب السياسيه بالطبيعه، لانه وصلنا وضعيه وخر وخر الحيط هكا حدو، معناته وصلنا للهفوف نتيجة بيان سور. ما احنا كما ذكرت انت في الاول ما احناش مش ندخلوا في التقييم وفي الاستنتاجات وعلاش وكيفاش، تو يجي وقتها هيك ونحاسبوا العباد اللي كانوا سبب في هذا. اما احنا عندنا الوقت الحاضر هي تعبئة الموارد. احنا شخصيا في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ما عند فما حتى حل، لانه يا نكونوا ما نخلصوش الديون نتاعنا ونوليو مصداقية تونس في الميزان، وهذا ما يوش ما تونس ما يش مستنسى بالشيء هذا، وحتى إذا كان مش نخوضوا نقاشات لإعادة جدولة مش يتطلب وقت، ولكن احنا عندنا ديزيشيونس توا كما قال صديقي خليل، معناتها توا الشر هذا والشر الجاي. احنا في الحزب نعتقد أنه ما فماش حل إلا العمل على لي فينانس انتيريور لوكال. البنك المركزي هو مجبور باش الوقت الحاضر يعمل يعطي ان بوي دو سوفتاج للميزانيه العموميه وللموارد الماليه، خصوصا وانه ما فماش ميزان تعديلي. ما صارش اللي عطاونا الحكومه اللي طلعت هذيا والحزام نتاعها قالوا باللي احنا في مارس باش نعملوا ميزانيه تعديليه في 31 مارس، انا في اخر جوان وما فماش، ما نعرفوش وقتاش تجي. دونك تساؤل الاساس ما عندناش حل اخر الا العمل على هذا، ولكن فما اضافه للبنك المركزي احنا في حزب المسار نعتبره بانه الكوفيد والازمه الصحيه اللي هي مرتبطه بالازمه الاقتصاديه لازم لا سوليداريتي ناسيونال كامله، لي انستيتيوشن فينانسيير دواف كونتريبيوي كيما الموظف التونسي ا كونتريبيوي بار 1%، les institutions البنوك والليزاسورانس دوا فينانسي، خرجوا حتى معناتها امر وزاري امر رئاسي اللي يحبوا كونتريبيوشن 1% سور لي بينيفيس بور لي بانك ليزاسورانس اي لي زوبيراتور ايكونوميك باش نجموش ننقذوا البلاد بخلاف البنك سنترال. هذه من ناحيه، وباراليلمون اون دوا ريفليشير كيفاش مش نخرجوا في الازمه من بعد، ونقاشنا مع صندوق النقد الدولي، وهذا احنا اساسا عقل لابروش هي في لا كرواسانس او نيفو دو بي بي، يزمو يتقوى يزمو يفوت 100 مليار دينار. واضح، شكرا لك سي حافظ. نمشيو مع سي اشرف الجبري عن حزب التيار الديمقراطي. مرحبا بك سي اشرف. مرحبا، نفس السؤال، اذا تعبئة الموارد على المدى القريب خاصه. هو للأسف الموضوع هذا يحكينا فيه توا عنا تقريب سنتين من الآن، وكل ما نقدمه في الوقت ما هوش قاعد يتبدل حتى شيء، وقاعدة تصعب لإيجاد الحلول هو اللي قاعد يولي أصعب من قبل. يعني احنا قاعدين في نفس الوضعية اللي كنا فيها سنتين عندها سابق، ونناقشوا في نفس الموضوع من غير ما تكون، والآليات اللي في دينا ولات أصعب مع أقل. الحقيقة يظهر لي الموضوع التدين الداخلي راهو موش ساهل برشا. اللي قاعد صاير مع البنوك راهو يلزم فيه تدقيق كبير، لانه البنوك قاعده تاخذ في فلوس من عند الدوله، لكن وقاعده تعدي في ارباح، وقاعده نشوف الارباح كبيره نتاع البنوك. انا يظهر لي الارباح هذيك راهي ماهيش صحيحه برشا، لانه
البنوك هذيك فيها مخاطر كبيرة، لأن الدولة التونسية في التقييم في التصنيف السيادي نتاعها راهي دولة معناتها دوتوز معناتها في الغمبوس موديدات، ولذلك راه فما مخاطر مش ماخوذة بعين الاعتبار. البنوك قاعدين صحيح نشوفوا فيها قاعدة تعمل في أرباح، لكن اللي بيتيا والقروض معناتها السوفغين اللي تعمل فيهم الدولة مع البنوك راهو باش يجي وقته باش نلقاو روحنا قدام أزمة كبيرة، ويمكن يصير وراها يعني انهيار كبير للاقتصاد التونسي، وقت اللي نكتشفوا اللي البنوك هذه قاعدة تحقق في أرباح وهمية. باش نزيدوا ناخذوا من عندهم ونزيدوا نقولوا لهم ها باش ناخذوا من عندكم قرض آخر، وبعد عامين وثلاثة سنين يزيدوا نجدوه وهما يقيدوا في الأرباح، وإحنا راهو ماناش نخلصوهم بالكل، لأنه الاقتصاد التونسي ماهوش قاعد يخلق في الثروة. الاقتصاد التونسي إذا كان نحبوا نعملوا تعبئة نتاع موارد يسمى نخلقوا الثروة. هذا موضوع صحيح لون تيرم، لكن كور تيرم هناك بعض اللي نيش اللي نجموا معناتها نرتكزوا عليهم. أهم حاجة الموضوع الجباية حكيوا فيه الأخيين الكل، موضوع مهم ياسر، لكن راهو موضوع استخلاص الجبائي صعيب ياسر في ظروف وفي عام بعد معناتها أزمة كورونا. يجبنا نكونوا واقعيين، معناتها الشرطة الجبائية والضغط على لي بون كونتريبيوابل ماهوش باش يحل لنا برشا مشاكل، لأن مش نلقاو عندهم حتى شيء، اللي كيسون فيد بعد معناتها عامين تاع أزمة اقتصادية. لكن موضوع الجبائي نتناولوه من ناحية أخرى، هو إصلاح النظام الجبائي وإدماج القطاع الغير منتظم. فما فلوس موجودة أيوه برا من المؤسسات، ما ننزلوش على المؤسسات، نمشيو للقطاعات اللي فيها فلوس ونعمل عليهم حملة الاستخلاص الجبائي، وذاك ينجم يوفر لنا أموال وأموال كبيرة. يعني نعرفوا النسبة نتاع الاقتصاد الموازي نسبة هامة ياسر بارابور الاقتصاد المنظم في تونس. يعني الحل سيشرف في استخلاص الجبائي منه فقط مش إدماجه. الإدماج وقت اللي هو الإدماج يكون معناتها الإدماج مندمج بالاستخلاص الجبائي، يعني كي ندمجوا في الاقتصاد يعني مشي ولي خلص نابو نتاعو ونعملوا ان ريجيم سبيسيال اللي يسهل عليه زاد هو مش نجي. دونك الأسهل أنه نحكيو إدماج الاقتصاد الموازي. إدماج الاقتصاد الموازي واستخلاص الجبائي لأنه حاجتي فلوس، أنا مش ندمجوا توا لكن ذاك لونتير بجيب لي فلوس، لكن حاليا يلزموا الاستخلاص نتاعو. الحاجة الثانية مالوغوزمون الوقت عندنا زاد تشجيع الاستثمار، تشجيع الاستثمار يلزمنا نعملوا يعني قانون، نعملوا اجراءات عاجله لتشجيع الاستثمار وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. زاد ينجموا نعملوا قانون الصرف يلزموا يتعاود يتشاف في تونس، ما نجموش نخلقوا الثروه بقانون صرف كيما هذاك. لا ينجموا المستثمرين نتاعنا والشباب نتاعنا يستثمروا ويدخلوا فلوس من الخارج، وشوفنا البيتكوين شنو ينجم يصير معاه بسبب قانون الصرف، ولا نجموا الاجانب يجيو لتونس لانهم يخافوا من بون. فما دوتر واحد ان شاء الله في النقاش من بعد نرجع لها ان شاء الله مع بعضنا. موارد التمويل او الحلول الاخرى اللي تقترحها لتمويل الميزانيه طبعا نرجع لها معك سي اشرف، حتى سي قيس ما كملش زاده، وايضا تحيا تونسي محمود شكرا لك. نمشيو مع حركه النهضه مع سيريدا السعيدي. مرحبا بك سيريدا. اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا للاستضافه، مرحبا بالجميع. مرحبا بك. احنا في الحديث حول توازن ميزانية الدولة والإكراهات ميزانية الدولة أمام تقلص الموارد، الموارد الجبائية وغير الجبائية، وكذلك تنامي النفقات. ممكن جينا في وضع نتاع سنة استثنائية فيها تداعيات الجائحة وفيها تراجع النشاط الاقتصادي، كل ما يتراجع النشاط الاقتصادي تتراجع الموارد الجبائية، وبالتالي هي عملية مركبة والأزمة مركبة من زوايا عديدة. الإجراءات العاجلة اللي يلزم الحكومة تتخذها أولا أنها تسارع بإعداد قانون مالية تعديلي، وكان معنا ثم وعد من وزير المالية على أنه مارس أفريل معناه يتم تقديم هذا، ونحن نتو في آخر جوان. كذلك استعادة القيام بعملية كبرى في تنمية الاستخلاص الجبائي، جزء منها في العديد من الديون اللي هي معناها كونستاتي ولكنها غير مستخلصة، لابد من أن يكون ثم جهد، مضاعفة الجهد لاستخلاصها. من جانب آخر كذلك استعادة النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية كما المناجم، واستحثاث المشاريع متاع الطاقات المتجددة باش تقلص من الفاكتوري انرجيتيك. من جانب آخر الإدماج القطاع الموازي التدريجيا، هذا وعديد الإجراءات اللي وقع وضحها في قوانين مالية سابقة ولكن لم تفعل، لابد أن تكون على رأس الأولويات، لأنه اليوم جزء كبير من النشاط الاقتصادي هو نشاط غير معلن ومعناها موازي. الموضوع الدبلوماسية الاقتصادية أولوية قصوى،
كل أجهزة الدولة لابد أن تشتغل على تعبئة الموارد وكل الإمكانيات متاحة، مش فقط ننظر للتعاون الملتيلاترال ولا على مستوى المؤسسات المالية الدولية، ولكن على مستوى التعاون الثنائي ماناش متلفتين ياسر جنوب شرقي آسيا وثم إمكانيات كبيرة في التعاون المالي معها. تعبئة موارد استثنائية صحيح هي تنجم تكون في شكل قروض ميسرة، ثم وعود متاع قروض وإلا ودائع سواء مع ليبيا ولا مع قطر لو تفعل، وثم على ما بلغني البنك المركزي على أنه ثم 750 مليون يورو معناه ممكن هذه تدخل معناها في المفاوضات الآن، هذه تنجم تخفف من الواحد مليار دولار المستحقة بين جوان وجويليا وأوت. كذلك ثم مقترحات أخرى احنا نقترحوها كما معناها قرض رقاعي موجه للتونسيين بالخارج، اقترحنا حتى الآن يكون في مونتون تاع 2 مليار دينار. وجانب آخر كذلك عندنا قانون من 2013 لم يفعل خاص بالسكوك اللي هو نجم تعبئة موارد استثنائية لا تحتسب في العجز، هذه تعطينا 1000 مليون دينار ممكن تعبئتها. كذلك ثم توفيد في مساهمات غير استراتيجية في القطاع البنكي متاع كلكو بورسنتاج موجودين في رأس مال، لابد هذه تنجم تكون موارد استثنائية. واضح، شكرا لك سيدي ذا سعيدي عن حركة النهضة. نمشيو مع السيد نائب سي فؤاد ثامر عن حزب قلب تونس. مرحبا بك سي فؤاد. يظهر لي سي فؤاد الماسك نتاعك عامله مشكلة في الصوت، هكا يظهر لي خير. مرحبا. إذا السؤال المطروح هو تعبئة الموارد، كيف يمكن تعبئة الموارد اليوم خاصة على المدى القريب؟ أربعة. سبعة. اتناش بكمل. يعني عندما نتحدث على تعبئة الموارد فنتحدث على مقاربة واقعي، ونحن اعتقادنا اليوم على الأقل في بالنسبة لي أولا التوجه نحو قانون مالية تكميلي اللي يعني الحكومة بدأت تشتغل عليه، ونتصور في خلال يعني شهر جويلية سيكون على أنظار مجلس النواب الشعب، ومن خلاله توجهنا نحو يعني تحسين مردودية الجباية كما تحدث الأخيين الكل. يعني عديد نقاط في الحقيقة نشترك فيها اللي هو اليوم كيفاش نحسن المردودية الجبائية، يعني كيفاش نحسن يعني الآليات الاستخلاص، يعني التخفيف في الضغط الجبائي، ويعني يعني هذا التوجه العام. بالنسبة كذلك يعني قانون الإنعاش الاقتصادي نعتقد اللي هو يعني قانون مهم ومهم جدا، وهو موجود اليوم في مجلس نواب الشعب، والتسريع بالمصادقة عليه قد يحل إشكال كبير وكبير جدا بالنسبة للمالية العمومية ولتعبئة الموارد. وكذلك يعني الوضعية اللي تعيشها بلادنا خاصة اجتماعية الهشة، اليوم مروا عنا معمل بتاع جروب شيميك اللي هو المظلة 2 يعني مسكر وجاهز للاشتغال يعني منذ الغد لو 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 لو, لو تكون فما الإرادة، ولكن يعني أربعة أشخاص اليوم محبسين هالمعمل هذا، وبالتالي ضروري كون يكون فما صرامة في التعامل مع أشياء كما هذه لأنها أشياء حيوية، وإيجاد الحلول الاجتماعية لهؤلاء الشباب اليوم اللي قاعدين معطلين. وبالتالي يعني المقاربة يعني تكاد تكون شاملة، يعني جزء ما هو اجتماعي، ما هو صحي، ما هو اليوم تسديد قروض، هذه اليوم الحلول، التركيز على ما هو السهل بالنسبة أولا ل يعني البحث عن آليات للاستخلاص الجباية وتحسين مردوديتها. كذلك يعني بالنسبة لنا قانون الاقتصاد الإنعاش الاقتصادي يعني ركيزة مهمة لإعادة يعني ولكونه ندخلوا أموال للخزينة الدولة، وكذلك يعني البحث في حلول للمسائل المجتمعية اللي
حلول الحل لها قادر كونه معناها يشغل عديد مؤسسات ويدخل الفلوس للدولة. شكرا لك سي فؤاد ثامر عن حزب قلب تونس. ونختموا مع سي منصف بوزازي عن حركة الشعب. طبعا نختموا الجزء الأول من الأسئلة هذه مع سي منصف. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك بكل الأصدقاء. هو الخيان ما نعرفش سهل السؤال هذا أنه عن أزمة مالية عمومية. مش عارف كانوا شكون قال لكم اللي هو فما عندنا أزمة مالية عمومية. شوف وزير المالية يضحك ولا باس، والحديث هذا نسمعوا فيه من 2017 18 19 و20 ديما عندنا الأزمة، كأنه سؤال في غير محله معناها. بسيطة، هو أنت تحب حلول عاجلة معناها، كأنه احنا هو العاجل تقوله للي عنده الإكزيكيوتيف معناها، نجم نعطيك حلول واحد، لكن هو حلول موجودة حتى في المعارضة ينجم. لا المعارضة اسمعني اسمعني يقترح يقترح. أنت ذولي قص الميكرو دقيقة سي منصف، مهم شوي باش نسمعوا صوتك، مهم برشا ورايك مهمة. الحلول عندها مدة الحكاية دي. اللي حاصل في البلاد اليوم كونه فما برشا فلوس دخلت البلاد، برشا فلوس موجودة في البلاد. أميناج عائلة صغيرة عندك ديون عند العباد، وصلت في أزمة. بلي كي تعمل مزية محمود نوقف الوقت. سامحني سي منصف نوقف الوقت باش نرجع معاك، لأنه مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا، خاطر مش كان في القاعة فقط نسمعوا فيك، في اللايف نسمعوا فيك، ماذا بينا الصوت يكون واضح. لو كان الميكرو نتاعو نتاع سي منصف في يخدم باش يبدا الصوت واضح ولا في ستريمينغ واضح. نبدا سيدي ميسالش. تفضل سيدي تفضل. قلت الأزمة نتاع المالية العمومية الناس يعرفوها، الحلول موجودة. أميناج صغير في عائلة وصلت في كريز وليت بطال وعندك فلوس عند العباد، أول حاجة أنك تنقص في نفقاتك في مصاريفك وتمشي اللي عندك فلوس عنده تمشي ترجعها من عنده، قبل ما تمشي تتسلف وقبل ما تمشي تبيع البورتابل وتبيع التلفزة وتبيع الفريجيدير حتى توصل تبيع الدار. هذا الأصل في الأشياء. في البلاد اليوم كيف كيف استاميناج استاميناج عندها فلوس، بلاد فيها فلوس. يعني مسألة ماشي تونس جات جديدة اليوم معناها، نعرفوها وعشناها وفيها ناس تصرف فيها منذ سنوات. أنا مانيش عارف الواش يحبوا ديما يمشوا للحلول السهلة برا مد يدك وجيب الحلول العاجلة هذه اللي تعبئة الموارد. الموارد شنو هي الموارد؟ ما هو باش تخلص الديون وتخلص ميزانية التصرف والتنمية، ما هذا مهم. الديون برا شوف الديون، هالقروض كل سواء الكريدي 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 اللي يسموهم الوي معناها القروض الكريدي بروجي. عندنا مشكله اليوم فلوس مكدسه، البنك مونديال جاك من هنا وقال لكم عندنا فلوس مكدسه بتاع دي كريدي بروجي، لو كانت تتحرك تو تخلق التنميه تو تولي الناس تخلص لي زامبو والناس تخلص، اضافه للعباد ماهيش تخلص اصلا. عندك فلوس يحكوا على 8000 مليار موجوده يا اخي، شكون اخذها الفلوس الديون هذه اللي اخذها من من من, من 2000 وانت جاي؟ ما اخذوها ناس مستثمروها، اعطيها اللي يرجع الخذا يرجع الخذا يرجع. هذه القاعده ايش تقول؟ اليوم اقتصاد تونس 75% منه عند القطاع الخاص مش عند الدوله، ما هكا ولا ما هما الخذا والكريديات لي زونتربريز والامتيازات وليزامنيستي وغيره، خليهم يرجعوا اليوم. هاي الوطنيه وين؟ الحل العاجل اليوم ماكش تمشي لبرا، تمشي لداخل، تمشي لداخل الناس اللي خذت الفلوس والناس اللي عندها الفلوس والناس اللي اليوم نشوفوا فيها، اضافه للناس اللي الدوله تتفرج فيها غايبه والناس عندها لي بيتيت اكتيفيتي والصغار الكل. المشكله اليوم في البلاد يقول لك الدوله ما عندهاش فلوس، الشعب عنده الفلوس. يا اخي الناس الكراهب اليوم يجيبوا دو 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 سيري في الشهر، منين الفلوس؟ هو فما فلوس عند الشعب والدوله ما عندهاش فلوس. واضح، شكرا ليك. اذا سي منصف، الدوله عندها فلوس والشعب او الشعب عنده فلوس والدوله ما عندهاش فلوس. تنرجع من بعد نحكيو على علاقه الدوله بصندوق النقد الدولي. معاك سي منصف، خلينا نعاودوا نرجعوا او نرجعوا مع ترتيبنا اللي بدينا به، وسؤالنا الثاني اليوم حول تصور الأحزاب السياسية للعلاقة اليوم مع صندوق النقد الدولي. ربما العلاقة مع صندوق النقد الدولي هو معطى اليوم، لأنه بدينا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مش هي الأولى، عديد المفاوضات السابقة والاتفاقيات السابقة اللي تم إمضائها آخرهم على الأقل 2016 واللي كانت عبر أقساط. اليوم حوار آخر مع صندوق النقد الدولي، فما شكون يصوره كأنه هي الجنة بعد الاتفاق هذا، باش ناخذوا برشا فلوس يدخلوا لكاسة الدولة
وما عادش عندنا حتى مشكله. هذا ربما مش هو الواقع نتاعنا اليوم، وكنت شخصته هذا في تدخلاتكم وعطيتوا بعض الحلول. اليوم علاقتنا مع صندوق النقد الدولي كتونس، ماذا بينا زادة نحكيوا على ظرف الرهن توا، العلاقه كيفاش تراوها، واستراتيجيا علاقتنا مع صندوق النقد الدولي كيفاش ممكن تكون. نرجع معك كالعاده سي قيس، نبداو معك انت. مرحبا بك مره اخرى سي قيس العلاني عن حزب افيق تونس. شكرا. والله شو العلاقه مع صندوق النقد الدولي؟ صندوق النقد الدولي لازم نفهموا ساعه كيفاش يتصرف هو مع الدول. مانيش الدوله الاولانيه اللي تتعامل مع صندوق النقد، بل هي وضعيه تعدت عليها الكثير من البلدان. صندوق النقد الدولي يتعامل مع البلدان على اساس برامج، شوف يدرس الوضعيه بالضبط نتاع الدوله، يتحدث مع الناس اللي تمثل الدوله ذي، ومن بعد يكون ثم مفاهمه على اطار معين اللي الدوله باش تمشي فيه، اللي باش يجعل انه الصندوق الدولي باش يعطي الجانب نتاع الاموال بفايده اللي هي تكون مناسبه وتكون يعني انتريسونت الدوله اللي عم تعدي بوضعيه كيما تونس. ثم بطبيعه هو راه مشكل كبير، وراه الموضوع نتاع التدين ديما ثم حريه القرار وسلطه القرار، وهذيا لونجو يعني في الوسط لازم تقعد البلاد ديما مستقله بطبيعه في قراراتها. صندوق الدولي تتعامل معاه صحيح انه يفرض عليك برنامج، ولكن البرنامج يكون متناقش، وعموما يكون برنامج على نقاط اللي كي تقراها تكون فيها يعني اون لوجيك، تكون فيها واقعيه تخلي انك انت تقول صحيح هو باش يحسرك بكل برنامج هذاك، ولكن البرنامج باش يمكنك من انك تتجاوز المرحله الدقيقه اللي انت عايش فيها. نحن توا ناخذ تونس مثلا، الوضعيه الموجودين نحن فيها اليوم بطبيعه انت اللي الساعه النوتاسيون اللي عندك انت، الترقيم اللي عندك الموجود على المستوى العالمي يخلي انه اللي باش يجي يعطيك قرض باش يعطيك يعني تو مرتفع، والا باش يقعد يخاف بطبيعه ناتورالمون بار لو ريسك انه انت باش تخلط في وقت معين انك باش تكون دوله اللي ما تخلصش. وهذا صارت في كثير من البلدان، معناها اليوم مثلا الارجنتين كان تعرفوا اللي الانفلاسيون في الارجنتين في حدود 40%. من جانب الاخر تقول اوكي ما نمشيش البنك ساعه، صندوق زاد النقد الفمي يعطيك انت القرض بعد برنامج كيما توا اللي قاعده تصير فيه النقاش، زاد هي ضمان مش انك كي تمشي البلدان اخرين تمشي لي فون اخرين باش تاخذ قرض تنجم يعني تكون هناك نقاش على ان تو معين اللي ينجم يعاون الدوله. كان نفترضوا ان الشيء هذا ما يصيرش مع النقد مع صندوق النقد الدولي، سي ان سينيال، هو يكون اشاره انه البلاد في وضعتها الوضع نتاعها مش باهي، وتنجم ينجر عليه برشا امور بما فيها النوتاسيون هذيك كانت زاد تطيح للسي، معناها تولي لنا مشكل كبير ياسر. ناخذ انا بلدان اخرى، مشيت مثلا ما مشيتش مشيت القرض مباشره مع دول كيما مقدونيا، مشيت باش تعمل اوتوروت مقدونيا، مشيت للصين، الصين جات قالت لنا تنعطيك انا اكثر من مليار دولار ونعمل لك، ومن بعد طاحت في الامبيي، ولات اليوم الصين تحب تاخو الكونسيسيون توتال معناها على الاوتوروت هذاك وتاخو يدها، بما ان عندها ثنيه هذيك الكل تحب الصين، فما نفوذ اقتصادي، ولهذا لازم نردوا بالنا، معناها صندوق النقد هو امال نسيسير كيما نقولوا، على الاقل كان نتجاوز ان ما كنا باش نتجاوزوا المرحله هذه. ونرجع للي قلته بكري، المهم في هذا الكل ان نصلحوا اقتصادنا ونصلحوا منظومتنا نحن الداخليه قبل كل شيء. واضح، باش نرجع من بعد في نقاشنا ان شاء الله للتذكير انه نجموا ناخذوا ملاحظات توا في تدخلات ممثلي الاحزاب، طبعا نحكي من ممثلين بقيه الاحزاب الاخرى، وينجم يناقشوا فيه الموضوع هذا من بعد في فتره النقاش، ينجم يتوجه له باسئله او يعطي رايه هو في كلمه او في توجه مش كلمه قالها الحزب الاخر. هذا الاطار تعقيبا على كلامك سي قيس، وقت اللي قلت انه نعاودوا نتيحوا مره اخرى للسي او ربما في الترقيم السيادي نتاعنا، كان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كان مؤخرا فما ورقه بحثيه حول اللي جينيرالمون يوصلوا للبي 3 مع افاق سلبيه جينيرالمون يتيحوا للسي، وحتى كان تبدا توا في الاجراءات نتاعك يحب لك سنوات باش تعاود ترجع في الترقيم هذا. فالحقيقه احنا نحبوا نلقاو حلول عاجله، والوقت في بعض الاحيان كي نمشيو نشوفوا حاجات كما اللي كنت تحكي فيهم سي قيس، نلقاو انه الوقت فاتنا شويه في انه نتخذوا قرارات جريئه على الاقل.
نمشيو مع سي محمود سماوي. سي محمود ثلاثة دقائق هذوكم، حاول باش ما تقعدلكش كلمة ناقصة، ونخليو على الأقل النقاش للجزء الأول اللي ما كملتوش. كونوا واضحين، لا فامي راهو مش قدر، يعني قضاء قدر. لا فامي البلاد اللي موجود فيها لا فامي، يعني البلاد امورها مش باهي. خاطر احنا اليوم قلت لي انت تسال، قلت لي المدير المتوسط، على المدير المتوسط ما صار نخرج من بروجرام فامي ونخرج من قبه لا فامي ولو دوله محترمه. لكن حتى في وجود لا فامي في ازمه، الدول اللي تحترم روحها كي تمشي لا فامي ما تمشيش بافكار وخطوط، تمشي بلا فامي ببرامج وتناقش. خاطر لافامي كي باش تقعد معاه الماتريز دو ترانسفورماسيون، فما ان بروسيسوس كامل، باش نقز لامريكا ونقز لفرنسا وكلم فريم جي دخلنا، فما توت ان بروسيسوس وفما ان بروغرام ديتاي تعطيه. اليوم لافامي قالت لك حاجه جديده، قالت لك تصحيح وزير الماليه والاكور مع الحكومه ما عادش يكفيني. عليه؟ يعني الحكومه التونسيه ولات ما عادش عندها مصداقيه، خاطر فما اطراف اخرى عندها القرار. دوك اليوم الاكور اصعب. اليوم اللي باش يعمل اكور مع لافامي يلزم يكون كان حقه، كان فما نقاش ما بين الجهاز التنفيذي وحتى الاحزاب، نقاش على برنامج واضح نمشيو به لافامي. هل تعقل بلاد تحترم روحها في ازمه يمشيو لاكور فامي رئيس جمهوريه منتخب ما يعرفش فيه؟ شنو اللي اعطيناهم التوجهات الكبرى فيه؟ هذا اول. بالنسبه اليوم لاكور فامي راهو حاجه اخرى نوضحوها. لاكور فامي حتى كان مشي يتصحح، فهمتني، ماهوش كافي. البيلاترال اليوم بين الدول يلزموا نحركوه، الدبلوماسيه الاقتصاديه اللي تريز امبورتون، وحاجه اخرى بالنسبه لفهمي حتى لاكور على ثلاثه المواضيع اللي ما نعاودش نذكرهم موجودين فيه، راهو باش يكون صعب تطبيقه. اليوم الكومبونساسيون مع مثلا ناخذوا الحاجه المواطن يفهمنا ديريكتومون، الانرجي ما عنده اليوم، عنده فلكتواسيون في البري انرجيتيك، عنده قرابه 2000 مليار دو بري فارياسيون جاي. اي لا كيسيون شنو باش تصير؟ باش يزيد التونسي المواطن باش يزيدوا في ليسونس، جاي الزيادات. راهو اليوم لا كومبونساسيون ولي زونتربريز بيبليك والماس سالاريال، خاطر الماس سالاريال لازم يطلع البي بي باش يطيح الراسيو، كان البي بي ما طلعش، الماس سالاريال شنو هو لي ميزور داكومبانيمون باش تنقص الماس سالاريال؟ باش توقف، اسكو باش توقف الزيادة؟ السؤال نختم به، اسكو انت حكومة قادرة توقف الزيادات ثلاثة سنين؟ اسكو انت حكومة قادرة تعمل ان بروغرام داكومبانيمون بور دي ديبار فولونتير دو لا فونكسيون بوبليك؟ اسكو انت حكومة قادرة تعمل ريافكتاسيون باش تهز عباد من البلايص اللي حاجتك بيهم البلايص اخرين؟ هذوما الاسئلة، خاطر لاكور يتصحح والوعود تعمل، لكن بعد شو باش يصير؟ باش يجي لي ديكاسمون وباش يجي الوعود اللي عطيتها لافامي قادر تطبقها ولا؟ فلهذا نقول اليوم السؤال المطروح راهو تطبيق للزاكور وحتى حتى كان النيغوسياسيون باش تكون، هو باش تكون الاصعب مش التصحيحه. خاطر احنا نخمو في الشاري. ونختم بزوز نقاط تعرضوا لها الاخرين على حاجتين. اليوم كما قال خونا خليل ريزيرف دو ديفي صحيح باش نمشيو لهم، لكن شكون هم هذوك؟ هذوكم لي ماتير بروميير ولامبورتاسيون دي ماشين اندستريال وغيره وغيره باش نحاو من المؤسسات. اثنين، جبدتوا على التدين الداخلي. يا اخي اليوم الايكونومي سيكتور سينيستي، نخدم الكلمه هذه، وباش تكملوا نشيحوا السيوله باش نخلصوا الشاري اليوم من البنوك التونسيه، راهو اليوم فما حاجه نخرجوا من، نجموا نخرجوا من الازمه اموان تيرم تاع الماليه العموميه، من الامباكت ايكونوميك على لونتربريز والكرياسيون دو لومبلوا ينجم يكون الامباكت تاعو برشا اكبر من الامباكت على الازمه الماليه العموميه اليوم. شكرا لك سي محمود سماوي على تحيه تونس. دكتور خليل زاويه حسب التكتل، دونك رايك طبعا في علاقتنا بالفامي، توا حكينا في التدخل الاول على البنك سنترال، توا على مستوى دولي شنو يلزمنا نعمله واستراتيجيا زاد علاقتنا معها للمدى المتوسط والبعيد. شكرا. ساعه حاجه ما نعرفوش نحبوا، معنا احنا ما نعرفوش نحبوا، الحكومه هذه مش قاعده تعرف تحب، هذا هو المشكل الكبير، والاطراف والحزام نتاعها والكوسان كله مش عارف اش تحب. عارفه حاجه بركه لازم تسلكها، كيفاش تقعد في الحكم، تقعد في اللعبه فقط، وهذا هو لب المشكل. يعني الوضع في تونس يستحق ان كونفرنس ناسيونال ايكونوميك، حوار وطني حول الاشكاليات الاقتصاديه والاجتماعيه، وهذه معناها نقطه اساسيه قبل لا تمشي لفمي. هيك الحكومه حملت شويه حوار مع لوتيكا ولوجتيتي وفشلت باسكو سيتي مالفي. الازمه اللي نعيشوا فيها الحل نتاعها بالضروري يمر بالسياسي. مانيش على ريشيرش دون ريسيت دو كويزين. اوني على ريشيرش دون سوليسيون دورابل. حلول مستدامه. ما تمشي للفمي الا ما تكون عندك رؤيه نتاعك
لانه اليوم الوضع باش يتطلب تضحيات، والتضحيات هذه ما لازمش تكون على حساب المواطن التونسي، لانه وصلت معناها علاش كون قال الحيط سيء وصلنا له. يلزم تضحيات تكون مشتركه وتكون متقاسمه وتكون رؤيه واضحه منين باش نبداو ومنين باش نوصلوا. والليفامي ما هي الا اليه لتمويل الخروج من الازمه. هذا كان نبداو بالوضعيه هذه ونبداو نحلوا فيهم الاشكالات الكل، الماليه العموميه، وضعيه الصناديق الاجتماعيه، وضعيه المؤسسات العموميه، الشركات الحكوميه، الكل ماذا نشوفوهم، نشوفوا وضعيه الجبايه، نشوفوا وضعيه الاقتصاد الريعي اللي لازم تحط على الطاوله وتناقش بكل صراحه. هذا الكل كي نشوفوه، نشوفوا الاقتصاد الموازي كيفاش يقع ادماجه وكيفاش يقع الضرب على الناس اللي لا يمكن ادماج. اون بو با توت انتجري. هذه الكل كي يتحط ويقع عليه اتفاق بين الاطراف السياسيه والاطراف الاقتصاديه والاجتماعيه نجموا نتفاوضوا مع الفيمي. الفيمي انا شاركت في المفاوضات الاولى سنه 2012 ما كانش عنده شروط بالكل، حتى شروط تخلنا له بالمدخل التالي وهذا يلزم يتعاود. اليوم فما بلاد في مرحله انتقال ديمقراطي، يلزم انجاح الانتقال الديمقراطي. اليوم التجربه الديمقراطيه التونسيه تجربه فتيه ورائده في المنطقه، يلزم الفيمي خرط في الشيء هذا. وهذا كلام انا شخصيا قلت لهم، قلت لهم انتم الفيمي معروفين تدخلوا البلدان تدمروهم، المره هذه عندكم فرصه باش تنجحوا انتقال ديمقراطي، على الاقل الصوره نتاعكم تتغير، تقول الفيمي نجح انتقال ديمقراطي ونجح انتقال معناها سلمي ووضعي هذه. هذا هو المنطق ندخلوا به، لكن بالاساس المنطق هذا نجم يكون صالح اليوم، صالح اليوم، لكن يلزمنا بالاساس نحضروا البرنامج بتاعنا وحدنا. واضح. وهذا يكون عبر الحوار الوطني. واضح. دونك حوار وطني وتكون كلمه واحده في علاقه بلافامي. ونفس الكلام دكتور خليل اللي قلته اللي حكيناه في 2012 هو بيدو يتعاود اليوم. تونس في مرحلة انتقال ديمقراطي، ربما فما شكون يخالفك الرأي يقول لك بعد 10 سنين ماهوش وقت متاع انتقال ديمقراطي، أو الرسائل اللي كانت تعطى وقتها اليوم ما تنجمش تقنع بها، خاصة هذه أطراف دولية يعني ربما منطق الانتقال الديمقراطي. لا نرجع لكم بعد في النقاش، نرجع لكم بعد في النقاش، فقط هذا تعقيب. وماذا بيا نتناقش بعد إن شاء الله مع بعض. سي محمد طاهر ساسي الاتحاد الشعبي الجمهوري، نفس السؤال تقريبا. انت قلت نخرجوا او بخلاف لفامي علاقتنا تكون مع الاسواق الماليه العالميه افضل من لفامي، وربما ناخذ من عندها بسبب فائده اقل. وطبعا هذا معظم على الاقل ليزكسبير يخلفوك الراي فيه، لانه كان ما تعملش اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي ما تنجمش تطلع على الاسواق العالميه وتنجم تذبح اكثر اقتصاديا، طبعا نحكيه اكثر من انه يذبحنا لفامي. محمد الطاهر، دونك علاقتنا مع الفمي كيفاش تراه؟ اتوبخي قلت انا باش يعطونا بنسبه فائده اعلى مش اقل. امر علاقتنا مع الفمي، الفمي هيكل عالمي يحافظ على مصالحه هي كونه كل دوله تاخذ قروض من عند معناتها المساهمين فيها ان تنجم ترجع القروض هذيك. لفامي تدفع في الاقتصاد التونسي انه باش يخفض من كتله الاجور، تدفع فينا باش نخفضوا في الدعم ولا نلغيوا الدعم. لفامي يحب يخصص المؤسسات الوطنيه، لفامي يحب انه الاقتصاد التونسي يتبنى على الانفستيسمون. احنا في الاتحاد الشعبي الجمهوري الاقتصاد التونسي نحبوه يتبنى على الكونسوماسيون، الاستهلاك نتاع الموارد المنتوجة داخليا. احنا نحب نحمو المنتج الوطني المصنع والفلاحي والعامل انه يلقى المجال نتاع البضاعة نتاعه وسوقه ممكن انه يغزوه. الان ثلثي البضايع المستهلكة في تونس مستوردة، يعني احنا نقترضوا من البنك الدولي ومن فمي وما غيره باش نخلصوا السلعة اللي هي امبورتي، يعني احنا ناخذ قروضات باش نرجعوها لهم. نحن نحبوا نعملوا حمائيه اقتصاديه باش نعودوا ونصنعوا الاستهلاك نتاعنا وفلوسنا تقعد في دارنا. نحن عندنا حمايه المجال تخلينا عندنا فرص الاعمال ورجال الاعمال تتنعوش امورهم يخدموا الخدامه ويطيح نسبه البطاله وكيكه تتكون الثروه ويتخلق المال
وتقوى الجبايه وموارد الدوله تكبر. نحن بالنسبه لنا لا حل الا الحل الذاتي، وان وجدت صعوبات يلزمنا نصبر على بلادنا وعلى تكوين او على انتقالنا الديمقراطي وبناء مؤسساتنا. نحن عندنا مؤسسات توايك قاعده تبنى، ولكن قاعدين نضربوا فيها بالفوضى ونحلوا في معناتها علاقات وحوارات موازيه اللي ما تنجم كان تعقد الوضع وتخلينا ما نجموش نبنوا لا اقتصاد ولا دوله ولا مؤسسات معناتها تنجم تمكننا باش نخلقوا ثروه ونطلعوا في البي بي نتاعنا. البي بي نتاعنا ماهوش في البوان مور نتاعه، ونحن نورمالمون ام بي اي اللي يلزم يكون البي بي نتاعنا في 150 الف مليار، نحن توا ب 100 وشوف وشوف. دونك موارد الدوله جايه منين؟ مربوطه بالبي بي، هي سيت اون تاكساسيون على البرودكسيون، وزيد مع ذلك التهريب ولا سامحني التهريب والتهرب الجبائي. بالنسبه لنا سوق النقد الدولي ما نشتركوا معاه كان في كلمه واحده الاصلاح، لكن بطريقتنا مش طريقه صندوق النقد الدولي، لازمنا نصلحوا دارنا. واضح، نصلحوا دارنا. اليه الاصلاح هذيك كيفاش نجم تكون؟ نجم نرشوا لها من بعد معك سي محمد طاهر في نقاشنا، وتعتبر انه الحل اكيد يكون داخلي، وتقريبا هذا متفق عليه او يتفق عليه او حوله كل المتدخلين اليوم معنا. حزب المسار سي حافظ الحلواني، نرجع معك مره اخرى. اذا علاقتنا بصندوق النقد الدولي اليوم في ظل المفاوضات اللي قاعده سايره واللي انتهت تقريبا، المفاوضات التقنيه على الاقل في انتظار القرار، وعلى المستوى الاستراتيجي علاقتنا بصندوق. هو العلاقه ماهيش جديده، احنا خذينا من عند صندوق النقد الدولي في السنوات الماضيه وديما ناخذوا، بقى فما تمشي، معناتها التمشي مع العلاقه مضبوطه، فما اجراءات، فما مطالب الى اعاده النقاش، فما عدة بروسيدور يلزم تتقام قبل. يظهر لي هذه موقعتش المرة هذه، لأنه لو كونترا افيك لي فيمي وفا مدة عام وعامين التالي، ثم انطلقت هكاك بمراسلة فقط المسألة هذه، وهك علاش فما تعطيل على مستوى النقاشات مع كونه لي فيمي. معناتها صحيح سي خليل وقت اللي قال 2012 صارت، ولكن احنا وقتها ما زلنا في نفحة الانتقال الديمقراطي والديمقراطية، والناس الكل تساعد فينا، مش بالمهازل اللي قاعدين عايشين فيها بعد 10 سنين وفي السنوات الأخيرة. مهازل شيء يندى لها الجبين، معناتها لا فما استقرار سياسي، لا فما نظرة استشرافية للي نحبوا نعملوا، كل مؤسسات الدولة متعطلة، كل إنتاج الدولة متاع البلاد متعطل. وبالتالي احنا نظرتنا، كان احنا في المسار الديمقراطي كانت لنا فرصة للنقاش في سنة 2014-2015 حول الاصلاحات الكبرى اللي في حكومة سي شاهد، ولكن كان لابروش كومبليتمون اوتر، يعني تركز النقاش كامل حول علاقتنا مع الفيمية على ماس سالاريال ولا ريدكسيون دو لا ماس سالاريال، تهبط الراسيو من 15 الى 12.5 وتسيترا، اور سي ان فو بروبليم باسكو لو راسيو مربوط بالبي بي. علاش احنا البي بي توا توخر السنه، وخر 2020 وخر ب 8 نقاط، كان قبل في 100 الف مليار دينار، توا اقل في 92 توا. معناتها دونك احنا الربط هذا الهدف نتاعنا الرئيسي وقت اللي نمشيو للفيمي، نمشيو باجراءاتنا احنا، البي بي يلزمو يطلع ونعملو ان بلانينغ ان بروغرام كانكونال تري، معناتها 3 سنين 5 سنين، ونمشيو نقولوا ها هو البوتنسيال نتاعنا في الانتاج نتاع الفوسفات، في الانتاج نتاع المواد الهيدروكربور، في مواد الغذائيه معناتها التصديريه كي زيت الزيتون كي الدقله كي لي زاغروم كي غيره كي غيره كي غيره. وبقى وقت اللي عندك نظره استشرافيه لاثراء لو بي بي، راهي سي لا سوم دي فالور اجوتي، معناتها دونك خلق الريشيس نتاع البلاد. وبالتالي احنا نمشيو بالعمليات نتاعنا احنا بمفهومنا احنا، وهذا ما ينجم يتم في الوقت الحاضر في الأزمة السياسية إلا بحوار وطني من أجل الإنقاذ، معناتها بدون حسابات، هات نتفاهموا على شنية يلزم يصير. شكرا لك سي حافظ. سي أشرف الجبري عن حزب تيار، دونك نحكيو اليوم على كيفاش نجموا أو كيفاش نتعاملوا اليوم
مع الليفامي خاصة في الوضع الحالي وعلى المدى المتوسط والبعيد. كيفاش تعاملوا مع الليفامي؟ والحاجة لازمنا نكون مقتنعين اللي في الوضع الحالي مجبرين أن نتعاملوا مع الليفامي، لأنه كما قالوا خيان الليفامي مش فقط باش يوفر لنا الموارد والسيولة على المدى القصير، ولكن الليفامي زاد باش يحل لنا باب للسوق العالمية والخروج لمعناتها الموارد أخرى، مش كان للاقتراض أيضا للاستثمار. راهو إذا كان الليفامي يكون عنده فيك ثقة، المستثمرين والترقيم السيادي على الأقل يكون ضمانا لهم أنه الاقتصاد التونسي ينجم يكون معناتها مجال لخلق الثروة. العلاقة مع الليفامي زي ما تكون مبنية على الشفافية والالتزام. نبدأ بالالتزام. ساعة الالتزام ما يزمش يكون زادا التزام على النقاط وإلا على برامج اللي الليفامي يفرضهم علينا، لأنه وقتها يولي استعمار اقتصادي. يزم احنا نفرضوا البرنامج نتاعنا ويكونوا جديين، لانه لو احنا ظهرنا والفاعلين نتاعنا ظهروا للفهمي اللي هما جادين واللي هما قادرين على القيام بالاصلاحات اللازمه، كنا نجموا نفرضوا مواقف ولا كنا نجموا نفرضوا معناتها برنامجنا. كما حكى سي خليل قبل، يمكن موقفنا كان اقوى من 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 الوقف الحالي، لان كانت عندنا مصداقيه. المصداقيه هذه خسرناها في العشر سنين اللي فاتوا، وموقفنا موقف ضعف حاليا. إذن الالتزام، وكما قلت الالتزام في إطار برنامج احنا نحكم فيه واحنا اللي نحطوه، واكيد هناك بعض النقاط اللي باش يطلبهم صندوق النقد الدولي، اللي فما حد ادنى من الالتزام معاه اللي احنا ما حققناش، واللي مش في ضر لا الاقتصاد التونسي لا لوميناج معناتها المواطن التونسي لا قفة المواطن حتى شيء. يعني كي يجي ملفامي يقول لك اعمل اصلاحات ولا حوكمه مؤسسه العموميه، مش باش يضرنا، بالعكس ينفعنا. ما نجموش احنا نختلفوا مع الليفامي في النقطه هذه. هذه نقطه تحط في البرنامج وسهله، كيف يقول لك راهو يستعمل اصلاحات جبائيه، نقطه سهله واحنا متفقين عليها مع الليفامي. تقعد من بعد مساله الاجور والا مساله الدعم هي اللي يلزم فيها، معناتها هي اللي باش نلقاو فيها معناتها بعض الاختلاف مع الليفامي. لكن راهو النقاش في النقاط هذه كل كما قلت يكون ما ينجم يكون مثمر الا ما تكون فما شفافيه. احنا مع الليفامي ماناش قاعدين نتعاملوا بشفافيه. احنا برنامج الاقتصادي لحد الان، سامحني، لوا دو فينونس كومبليمونتير، القانون المالي التعديلي، التوا ما حطيناش لانه احنا راهو قاعدين نخرجوا في معطيات غالطه، والصندوق النقد الدولي ماهوش قاعد يشوف انه المعطيات اللي قاعده تخرج فيها تونس ماهيش صحيحه، قاعدة تشوف أن ماناش ملتزمين، قاعدة تشوف أن أي مشكلة تصير في تونس باش نسكتوا باش يعني نعملوا حلول ترقيعية دي بتي كومبريمي نعطيهم للاقتصاد التونسي، اللي يطلب حاجة نعطيوها له نصحوا له، إجا هز إجا خوذ. الحقيقة سي با سيريو، هذه الدولة ما تنجمش تكون عندها علاقة معناتها نتاع ثقة مع صندوق النقد الدولي. واضح سي أشرف، سي با سيريو، نحكي على غياب الجدية ربما اليوم في تعاملنا مع صندوق النقد الدولي. شكرا لك سي أشرف. نمشي مع سي رضا السعيدي عن حركة النهضة. إذا سي رضا، اليوم السؤال المطروح، علاقتنا مع صندوق النقد الدولي اليوم اللي هي معطى وموجودة ما نجموش ننكروها، دونك كيفاش نجم تكون على الأقل في الفترة هذه من الحوارات، ثم على المستوى المتوسط والبعيد كيفاش ترى علاقتنا بصندوق النقد الدولي؟ أنا من خلال الخيان اللي سبقوني ثم عديد النقاط اللي نشترك فيها سواء مع الدكتور وكنا نتفاوض معا، كانت عندنا فرصة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في بعد الثورة، وكانت الوضع كما تفضل الدكتور أفضل بكثير، لأنه ثم المعطى السياسي والسامباتي معناها الثورة كانت قوية، وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كان جزائري تذكروا ماتي، معناها اللي هو كان عاون تونس وكان ثم نوع من التعاطف، ولكن في نفس الوقت كان ثم برنامج، مشيناش من غير برنامج. والله يرحمه سي شادي العياري كذلك كان قام بدور كبير في العلاقه هذه، لانه ثم نوع من المصداقيه ونوع من الاستقرار في القرارات، وهذا مهم جدا. وانا سي اشرف تو تحدث على الجديه في البرنامج والشفافيه مع صندوق النقد مهم جدا، وانا نشاطرك الراي في هذا، وهذا اللي لازم يكون. وثم مصداقيه كذلك مع الاطراف الاجتماعيه. اليوم وقت نجي نقولوا حتى مع الحكومه، وانا شخصيا قمت بهذا اللوم، وجهت هذا اللوم، لانه اليوم ماشي مع صندوق النقد الدولي في برنامج بدون انه يصير حتى الحوارات اللي صارت مع الاتيكا كانت لقاءات
ما كانش ثم دقه وبرنامج واضح وفيه حتى ليتود دامباكت نتاع كل اجراء. اليوم نجي ناخذ اجراءات سواء جبائيه ولا اجراءات في رفع الدعم على المحروقات وخاصه على الدول معناها اللي عندها علاقه بالاستهلاك العائلي وغيرها بدون ان يكون ثم كما قال هو صندوق نقد الدولي الميثاق الاجتماعي تحدث في بلاغ 6 جانفي 2021 ان يكون ثم ميثاق اجتماعي بين كل اطراف سياسيه واجتماعيه. من غير هذا راه زايد معناها باش يكون ثم اتفاق. اليوم ماهوش قدر الصندوق النقد الدولي لكن نوع من ما احنا مضطرين الى ذلك لانه اليوم وضعنا خروج الصندوق للسوق العالميه كلفته عاليه جدا ولكن لازم يكون ثم وضوح ثم اتفاق ثم حوار ثم اجراءات كما تفضلوا خيان. هذه الموضوع الصناديق الاجتماعيه وموضوع المؤسسات العموميه وحتى كتله الاجور ما يلزمش انا معاك في سي حافظ معناها في اللي ذكرته في موضوع كتله الاجور لازم ننظروا لها معناها لان هذيك الدينومينتور معناها احنا باش نقويوا في البي بي باش الراسيو ينقص واضح معناها مهم جدا. البي بي مش قاعد ينمو معناها قاعد في تراجع. ثم هندسه نتاع في اعتقادنا ثم هندسه سياسيه للاصلاحات ثم اتفاق سياسي حول الاصلاحات ثم حوار كما تفضل معناها سي خليل انا نشاطروك هالراي هذايا حوار سياسي اقتصادي اجتماعي حول شنو الاستحقاقات المقبله للخروج من المازق هذايا باش نجموا نخرجوا من لانه الاصلاح لصالحنا ولصالح الاقتصاد والبلدان اللي عملت اصلاحات كلها قدرت باش تعمل معناها تتحول من باليه لباليه دو كرواسونس. من غير هذا باش نلقاو انفسنا ديما عندنا مشكله والازمه السياسيه قاعده مش قاعده تعاون قاعده تثقل على الوضع معناها في علاقاتنا الدوليه وحتى على مستوى جلب الاستثمارات وحتى على مستوى الدوينج بيزنس معناها قاعد يتاثر بشكل كبير. شكرا لك سي رضا السعيدي. طبعا نرجع بعد شويه طبعا عن حزب حركه النهضه نرجع بعد شويه كي باش نحكيوا ربما في ملخص التدخلات هذه تقريبا على الاقل 7 تدخلات توا تحكي على غياب البرنامج اليوم. يعني علاقتنا مع صندوق النقد الدولي السمت البارز او ربما الملاحظه البارزه انه ما فماش اتفاق وما فماش برنامج واضح يخلينا نتحاوروا معاهم على الاقل على المدى القريب. دونك هذا كان تدخل سي رضا سعيدي. نمشي مع سي فؤاد ثامر عن قلب تونس. سيدنا مرحبا بك مره اخرى. اذا نحكيوا على علاقه مع الفمي على المدى المتوسط والبعيد وحاليا كيفاش ترى علاقتنا معه؟ لا احنا ماذا بينا الاحزاب السياسيه تكون موجوده لانه الراي راي سياسي اليوم. لا الجانب التنفيذي مش هو. احنا نحكيو على احزاب سياسيه لانه اليوم سي فؤاد باش نوضحوا شويه. سي محمود النقاش مش توا ان شاء الله من بعد. اليوم معناها تقدم بالنسبه للحوار بيناتك الرئيسي معاك واليوم نحن زاد قطر تونس لدينا كون يكون حوار معناها اقتصاد واجتماع واسع ويكون على الاقل غدوه كيف باش نمشيو بالاتفاق يكون عليه اجماع. ولكن ما نجموش نتحدثوا على حكومه غايب برنامجها ولا حكومه معناها ما عندها حتى معناها مصداقيه او حكومه غير ناجحه. شوف ما نجمش ندافع على الحكومه ولكن اليوم ما ننسوش اللي اليوم يعني عديد الازمات الاجتماعيه كما كامور كما شكون اللي قالها حد اللي قالها الحكومه هذه اللي قالها حد رغم البنات الموجوده ورغم التعطيل الموجود رغم تخدم شطر الحكومه ولكن ديما يعني خلينا ننسبوا الامور باش نجموا يعني نوجدوا الحلول. شوف الشقف هذا يلمنا الناس الكل والشقف هذا رانا الشركاء فيه الناس الكل وما فماش واحد غدوه كيف باش يطيح السقف باش يمنع الناس الكل عندنا نفس المسؤوليه كمعارضه كحكومه كمجتمع مدني وبالتالي هذا انا اليوم اللي اللي اللي, اللي نمشي له. علاقتنا مع البنك الدولي الافمي مع صندوق النقد الدولي صندوق مع الافمي اليوم احنا نشوفوا اللي هي لازم تكون بالنديه اللازمه. ما معنى بالنديه اللازمه؟ احنا اليوم فما اكراهات كونه اليوم نحن محتاجين او كما تحدث بعض الخيان ماهوش قدر ولكن هذا التوجه اليوم اللي لقيناه ومشينا فيه خطوات اللي كونه ماشيين باش نقترضوا من لافامي. لافامي كما تحدث سي خليل معناها
على سهولة 2012 ومش يعني ما تعاملناش معها أول مرة، ولكن ما كانش عنا قبل قلنا لها عنا أحسن دستور في العالم. اليوم ما عناش معناها حاجات أخرى باش نسوقوهم ليها. فبالتالي يعني المسألة تختلف، وبالتالي اليوم نحن باش نتعاملوا بواقعية هذا الموجود. وكنت حدثوا على التجربة الديمقراطية وإنقاذ التجربة الديمقراطية قد يكون غير مقنع معناه بالنسبة للفهمية، ولكن نحن اليوم فما رهانات وإلا على الأقل حاجات متفقين عليهم، اللي هو مثلا إصلاح المؤسسات العمومية اللي هو من أهم شروط اليوم لفهمية. اليوم بالنسبة للتحكم في كتلة الأجور ومشينا فيه خطوات هذه على الأقل بكونه ما صارتش انتدابات منذ سنوات، وكذلك السنة فما مؤشر آخر كونه 2022 ما فماش انتدابات، فما تسوية لعمال الحظائر، فما يعني شوف اليوم التوجه العام فما إكراهات. عندنا فئات هشة باش نسولها وضعيات كما عملت الحظائر كما الأسد النواب كما، ولكن هذا لازم يفهموا لفهمي في المقابل ما يكونش فما انتدابات، وبالتالي يعني المسألة باش تكون موضوعية. رفع الدعم كذلك يعني مانيش نحن اللي خلقناه، مانيش نحن اللي مشينا فيه، احنا ضد اليوم رفع الدعم في دعم في عديد المسائل، وهذا باش نفهموه لبنك لصندوق النقد الدولي باش ما يكونش فما إكراهات علينا اليوم. شكرا لك سي فؤاد عن قلب تونس، عن حزب قلب تونس. ونختم الجزء الثاني هذا من الحوار متاعنا مع سي منصف بوزازي عن حركة الشعب. سي منصف، إذن كيف ترى العلاقة مع الفمية على المدى القريب والمتوسط وحاليا؟ شكرا. أولا ما نعرفش علاش معطى ذا التعامل مع الفمية كانوا معطى معنا فما هضرة النفسي اليوم لا لا عندك أنت معطى انت اليوم كنت مش معطى مش معطى مش معطى سباندوني سباندوني معناها فما ضغط نفسي يتمارس على التوانسة سياسيا واعلاميا بالله يوقفونا الوقت فقط خاطر مش تولي حوار ثنائي بيني انا وياك معطى خلينا نفسر لك المعطى ساعه باش من بعد خاطر تولي هكاك اعطيني انا بوزيسيون انا ما عنديش بوزيسيون المعطى اش معناها معطى معناها اليوم الحكومه قاعده تناقش مع الفامي هذا معطى لا انا ما كنت تناقش مع الفامي ما انا مع شكون هات نقول لك واش بتناقش تفضل شفت كيفاش انت في بالك انت ميساج تفضل سي با ان دوني تفضل سي با ان دوني دو فوار كونو يلزم لا فامي المربع هذايا نتاع لا فامي بالسيف يلزمنا نبدو في وسطو لا عليه الضغط هذايا لا فامي ولا ريتي لا فامي مش قعدنا فلوس مازالت عند لا فامي وحبسناها ريتيها ما عادش حاجة واش رجعنا شكون ضغط علينا باش نرجعوا لا فامي يفو سون سورتير من المربع هذايا نتاع لا فامي لا فامي اليوم واي واحد برا باش يعطي فلوس هاو طالب بضمانات سياسيه سيدي سي لا فامي دي غارونتي بوليتيك ياك ما نعطيك سيدي كان حلو مشكلتك السياسي ويضمن فيك هذا وهذا وهذا يعني ما فماش شكون يحكم في البلاد دو مانيير انه لا فامي ولا غير لا فامي ولا البنك مونديال والا ولا لافدي والا الكويت ولا تركيا ولا قطر ولا اي واحد يعطيك فلوس يا با مع شكون باش تفاوض فماش يا با يا با كالكان فيزافي لو مونك دو فيزافي دونك سي نورمال خرجنا واش نحكي دونك على لا فامي ومعطى ونسيت سويت لي غارونتي بوليتيك اليوم هم اللي لازمهم يتوفروا في البلاد باش نجموا نحكوا ايش نحبوا اكور تيرم وموين تيرم والون تيرم دونك في المون كي تغيب المساله ذي دونك زي تحكي على الويه الويه انت مو باش تحب حاجتك باش تاخذ الفلوس الويه الفلوس وشكون ضامن في الفلوس هذه شكون باش يرجع حالي دونك هل 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 هالمنطق هذايا احنا العلاقه مع لافامي بالنسبه لنا في حركه الشعب ما عندناش علاقه بلافامي فوكي ني با اون رولاسيون مع لافامي بيور اي سامبل بيور اي سامبل حتى علاقه مع لافامي il faut en arrêter لافامي تو الناس كل تعرف اي بلاد يدخلها لافامي راهو باش يخرب فاش قام تعرف اللي سيد هذاك جاي باش يخرب لك هالبلاد والاقتصاد ويدمر وما الى ذلك وماشي له ويزيد يشرط عليك معناها رفض تعرفش علاش رفض لان الحكومه ما نجمتش تفرض الاصلاحات هو يسمى اصلاحات الحكومه ما نجمتش تفرض اليوم اللي عادي فيها بالقوه معناها اعطاها 100 مليم في السكر اعطاها ضربها ب 250 مليم وهذاك هو نتاع كومبونساسيون فرضان دونك سان با سونس دونك المساله ماهيش في علاقه بلافامي وغير لافامي فلوس موجودة في البلاد والبرة في العالم وحكاية موديز وهالترقيم السيادي في بالي كان في تونس نحكوا عليه الدولة الوحيدة تحكي على الترقيم السيادي عجبكش بربي هنا في نعمله في السياسة من نحن مرة صغار عمرنا ولا سمعناها الترقيم السيادي هذه وموديز وش اسمها الأخرى ودرش لي تولت موجودة
عمرنا لا كانت موجودة في ثقافتنا أصلا، ما نخموش فيها أصلا، ولو يعدوا أ بلوس وأ موا وأ كذا وهو بشي هبط وكذا جديد. هذه مسألة جديدة، عرفتش علاش تم فرض، تم وضع مسألة بما يخلينا يلزم ننضبط له فوسون سورتير من المربع هذا. لا علاقة لنا باللا فامي، دونك فو بارلي أيور. لا علاقة لنا باللا فامي حسب سي منصف، وفماش حاجة اسمها ترقيم سيادي، وهذه ثقافة جديدة دخلت علينا الدخيلة وبدعة، كل بدعة ضلالة، دونك فكلينا من الترقيم السيادي هذا. خلينا نمشي معك سي فؤاد، لأنه أنت باش تغادرنا وتحب تعتذر، ربما إذا عندك تعليق على اللي قيل من بكري قبل ما نمشي للأسئلة، أو عندك سؤال توجهه لأحد الضيوف. تعليق معناها مش تعليق، أنا نعاود نقول لي إحنا معناها شركاء في هذا الوطن، واللي الأصل فيه كونه نفكروا مع بعضنا، ولكن ممكن نختلف شوية مع سي منصف كونه تحدثوا اليوم على واقع اليوم مشينا لفامي سي، احنا ديجا بدينا في نقاشات معاهم، وبالتالي يعني نفكروا في كيفاش اليوم شنو ما لي غارونتي اللي نجموا احنا باش نحافظوا على سيادة دولتنا وباش نحافظوا على الأدنى من الاستقرار. كذلك نحب نقول اللي بلادنا اليوم تحتاج تهدئة اجتماعية، اليوم تحتاج اليوم كون الناس كلها نخم ونبعدوا على مناكفات سياسية، نبعدوا على ذواتنا وأحزابنا، ونفكروا في المصلحة المثلى للوطن. يعني هذا بصفة عامة اليوم شنو أنا الرسالة اللي نحب نمرر. واضح، شكرا لك سي فؤاد. إذا طبعا ما فماش سؤال من أحد الضيوف السي فؤاد مادام مازال موجود معنا، لأنه ريت بكري سي محمود كان عنده تعقيب على الكلام اللي قاله سي فؤاد. تفضل سي محمود. عقب على اخونا فؤاد في حاجتي. اليوم الحكم الاشكال في تونس هو حكم ما فيش مسؤوليه، كي نربحوا الانتخابات نقولوا باش نعملوا باش نعملوا، والاحزاب الكل مش الناس الكل، وكي دخلتوا للحكم قولوا معلو خيال ونقاو حل الازمه، وهذه مشكلتنا احنا. راهو اللي يربح يحكم، ما يقسمش المسؤوليه، يحكم اللي يربح يحكم. كي تتحط حكومة في برلمانات وفي ناس عندها ديمقراطية، خاطر عندنا حاجة أخرى حتى نجم نحكي لنا آخر، شو يصير؟ يجي رئيس حكومة مع الحزام بتاعه البرلماني ويختار في البرلمان شنو الأولويات تاع القوانين والإصلاحات اللي باش تصير. احنا عندنا حكومة عندها مشاكل في الموارد، ما نحكيوش على النفقات، ومن جهه الاخرى نعديو قوانين سيثم، نعديو قوانين تعمل الحظائر، ما راح نحيو الشعبويه، معليش انتخابات غدوه باش نربحوه، ما نحكيو بوضوح تام، نعديو قانون اخر على من طلت بطلتهم. واش خص كان نجي نعيشوا في تونس عندنا لراميه نمشي معك الاكثر، اما بلاد ما عندهاش امكانيات، كيما البوعايله كلمه على فامي بوعايله ودو يحب يصرف اكثر ما عندناش، ونعديو في قوانين اللي ما فيهمش حتى يتود امباكت ايكونوميك، شوف يتكلف وكل توقفين. يعني الحوكمة تبدأ ما بين التنسيق ما بين الحزام السياسي وما بين الجهاز التنفيذي. ونختم بحاجة صغيرة على البي بي والخيان والسيدات، يعني حكينا على البي بي صحيح لما صار ريال ديبون البي بي، لكن عندنا اشكال في البي بي. ناخذ اكزامبل البي بي روسيت في روسيت اليوم فيسكال البلاد دون سيكتور سينيستري، تشوف شركات شو تخرج اليوم اللي بيلا. نمشيو للبارتي روسيت توريزم، خلينا في البي بي لانه فما مدخله معنا، جيت نختم بكلمتين يبارك فيك. روسيت توريزم نحكي عن ساين فارماسي ثيم توريزم، مش يجيبوا ان استراتيجيه فاكسيناسيون اليومين هذا، فايزر مازلنا 5 ملايين 3 شهور التالي باش نجيبوا فاكسان وكم ما نجمناش، كيفاش تعمل استراتيجيه فاكسيناسيون باش تعمل توريزم. ونختم بحاجه بوركي، نيا با ان انفستيسمون ني دي دي او سون ستابيليتي بوليتيك، دو لا غراند ريفورم اوجوردي ليزم مراجعة القوانين تاع الأحزاب والقوانين الانتخابات باش نوليو سي ثامر ربح الانتخابات. احنا في المعارضة عندك برنامج حكم، احكم اعمل اصلاحات، وغدوة كان انت ما نجحتش غيرك من الأحزاب تحكم. اما يزينا بعد 10 سنين مازلنا نعوموا في المسؤوليات السياسية والجهاز التنفيذي على الناس الكل. هذا واضح سي محمود. جست توضيح، لانه كما قلنا هو اطار تفاعلي هذا، بعد ما كان السؤال الاول 3 دقائق لكل متدخل، توا ناخذوا الاسئله نتاع اللي تجينا على فيسبوك، على المتابعين نتاعنا على فيسبوك. لينا الخريسي مثلا، وانت كنت تحكي سي محمود على البي بي، قلت كيفاش ممكن نطلعوا البي بي هذا اللي قاعد يتدنى، باش نرجع لك. حاب اي باش نرجع لك به.
الموجود. خاطر اليوم يلزم الموديل ايكونوميك راهو تاع تونس مع 72 مع 90 هادي نويره اليوم من هذا مازلنا الموديل من عهد قبل الثوره خرجت للليميت بتاعه وبدات الريفليكسيون في تبديله. خلينا نبداو بالحاجات اللي موجود. ساعه الدوله يلزم تضمن ساعه للروسيت اللي موجودين بتاعها اليوم روسيت الفوسفات وروسيت تاع التوريس. وبعد حاجه اخرى يلزم تشجيع على الاستثمار خاطر الاستثمار هو اللي باش يجيب لك غدوه كرياسيون دونتربريز وغدوه باش يجيب لك فالور اجوتي. هذا في القريب العاجل. لكن على المدى المتوسط يلزم حوار. وقال اخونا خليل راهو اليوم يفوا موديل ايكونوميك يلزم ديز اكتيفيتي فورد فالور اجوتي. ما نجموش نواصلوا بنفس الكيفيه. عام 70 نجحت عام 80 اليوم الى اون فري ريفليكسيون على تونس شنو مالي سيكتور اليوم ايكونوميك فار تخدم عليهم غدوه. شكرا لك سي محمود. تعقيب اخير من عندك سي فؤاد قبل ما تغادرنا. الحكومة هذه الناس كل تعرف كيف جت الحكومة هذه وكيف سندناها وانت الناس اللي سندتوها اليوم ما عندكش حتى وزير فيها. ولكن اليوم الإكراهات اليوم كونه ما حبيناش يكون فما فراغ في البلاد يعني عدة اعتبارات جعلتنا اليوم نساندوا الحكومة هذه. واضح. شكرا لك سي حافظ. يطلب الكلمة باش يعقب على نقطة البي بي حسب ما فهمتك سي حافظ. اي شكرا لك سي فؤاد. شكرا شرف. هو مفهوم البي بي جوستومون باش نجمو نفهموه هو راهو كما قلت في المداخله السابقه سي لا سوم دي فالور اجوتي. اش معناتها لي فالور اجوتي؟ معناتها وقت اللي فما انتاج وفما عمل العمل هذايا ينتج اون فالور اجوتي قيمه مضافه. دونك لا فالور اجوتي على قد ما نعملو دي زاك دي سيكتور ا هوت فالور اجوتي. دونك اش كون ابل الحكاية هذوما اللي نيش ولا كل ما هو صناعة كل ما هو ذكاء وكل ما هو كذا نخرجوا بال سي لا ريشيس دو بي. لا ريشيس دو بي ما هيش لي روسيت فيسكال راهو ديريكت و انديريكت و اتسيتيرا. لا سي المجموعة الوطنية بإنتاجاتها الناتورال بإنتاجاتها الفكرية بثقافتها بعلمها بكل شيء. سي لا ريشيس دو بي بي. اوغ لابروش المشكلة الكبيرة في تونس منذ سنة لو ديالوغ ناسيونال دو 2014 اللي عملناه لو ديالوغ ناسيونال ايكونوميك صارت فيها عدة نقاشات والنقاشات تمت على المسائل هذه كل مسألة الدعم مسألة كذا مسألة كذا مسألة دعم الطاقة مواد الأساسية وكل القضايا وقع طرحها والأحزاب السياسية ناقشت الموضوع وعطينا رؤانا ولكن حد ما حب يسمعنا. علاش؟ لأنه الإرادة السياسية كانت غير متوفرة. كنت أنا وقتها نشارك في دعم الطاقة قلت كلام قلت لهم شعار المتغطي بالدعم عريان ونتائج الدعم إذا كان ما يكونش رفعه مدروس. تعرف وقت الدعم حول المواد الأساسية en 2013 قالوا لنا باللي ليدنتيفيون يونيك كان موجود وصرفنا عليه 35 مليون دينار ووقع الانتاج متاعه. ليدنتيفيون يونيك شنو هو باش توجه الدعم إلى مستحقيه تولي ريفيرانسي وينو ما فماش. وقت اللي تقول باللي عندك لابروش مساله البي بي وربطها فيك لي راسيو الكاملين نتاع المديونيه نتاع الديفيسيت نتاع مربوط بالبي بي. علاش؟ اذا كان انت تعمل اي مانجر اون كا دو كريز جيري لا كريز اش يعمل؟ وقت اللي عندك تقول يلزمني نعمل كروسانس دو 2% لان الدوله ومديرين الدوله معناتها الاداريين نتاع الدوله لي جيستيونير دو ليتا دواف ميتر لي زوتي اي لي بلان داكسيون نيسيسير بور ريوسير. الحكايه هذه مش يقول انا لا عندي راسيو 15% يلزمني نمشي انا ونخدم كان الوحده هذه ونطيح الماس سالاريال. دونك لو بي بي راهو على قد ما نكثروا من انتاجنا على قد ما التولي راسيو يطيحوا وقت الاستثمار يمشي. بربي نقطة صغيرة فقط. فما مشكلة كبيرة في تونس هي مسألة لا كونتابيليتي دو ليتا. لا كونتابيليتي دو ليتا تعرف مسألة الكومبونساسيون ممنوعة في تونس بين لي ديت دو ليتا باش هذا شركة معناتها عمومية عندها ديون مع ستير مع الاستن دي بي مع كذا كذا. ولكن لا كونتابيليتي دو ليتا انتردي لا كومبونساسيون بالقانون. شكرا لك سي حافظ. نمشيو سي قيس طالب الكلمه ثم الترتيب باش يكون سي قيس هو طلب الكلمه الاول ثم سي محمد طاهر سي اشرف سي رضا ثم سي اشرف وسي منصف.
نبدا معك سي قيس. شكرا ايمن. وراء النقاشات في المواضيع هذيا انا توا اعوام واحنا نتحدث ونعاود وكذا والمشكل الاساسي معروف يعني المشكل سياسي بحت سياسي بحت. المشكل اليوم اللي ما عندناش فريق حكومي. اليوم عندنا رئيس حكومه يتسمى هو اضعف واحد في الخارطه السياسيه الى ان يكون حكومه باقتراحات من احزاب هذيا وباقتراحات من احزاب هذيا وكذا. ماهوش فريقه هو فريق اللي لازم يتحصل على اغلبيه وتعرفوا اللي صار انه ما صارتش اغلبيه وسقطت الحكومه من قبل ما حتى تاخذ الامور في يدها. نتيجه فريق حكومي الهدف نتاعو هو انه يقعد في بلاصته لانه من نهار الاول اللي بعد ما يتعين الحكومه نبداو وكذا باش نعيطوا له من المجلس وبالتالي اليوم راهو موضوع اللي نحكيو فيه كيف نجد الموارد الماليه للمرحله هذه راهو سي موضوع تري شورت شورت معناها ياسر كور ترميست. الموضوع كبير كيف اليوم نخلق سياسه دوله على مدى على الاقل 5 سنين اسيدي بين بين انتخابات وانتخابات سياسه دوله قادره على قلب الوضعيه خلق نمو خلق اقتصاد فهمتني قادر على خلق ثروه لبسوسه لؤنيم عادي هذا هو راه الموضوع راه. ولهذا نحن في مشكله نعم في مشكله نظام حكم ونعم في مشكله انتخابات ولكن ايضا رئيس حكومه لازم يكون عنده جراه ولازم يكون عنده كفاءه بمعنى الرؤيه نتاع انه زاد من نهار الاول. شوف انا يعني كي نشوف الانتخابات اللي سووا الامريك في امريكا روزفلت خلق الكونسيبت نتاع 100 يوم الاولى. اليوم في امريكا كي يتسمى الرئيس يخرج في القنوات اللي تعرفوها مثال سي ان ان وفوكس وكل شيء نيوز يحطوا له 100 غدو يحطوا له 99 من بعد غدو يحطوا له 98 عندك 100 يوم 3 شهور ورينا التوجه اقلب التوازنات وين البرامج وين ضيعنا من الاول ضاع وقاعدين نضيعوا في الوقت حقيقة نفركسوا معناها كيفاش باش نعرف من هنا وشويه من غادي ومن بعد باهي تجاوزنا مرحله توا سي دي اي وجات ولقينا شويه قروض وبعد عام الجاي باش تعمل دون سي مواش باش تعمل. واخر حاجه سمعت برشا يقولوا قانون الماليه فهمتني ولا التكميلي باش يكون من بين الحلول وكذا انا راه اكبر كارثه هذه. قانون المال التكميلي يثبت انه معناها قاعدين نزوا نصبتوا نعملوا في قوانين ماليه لاصقه نمبورت كومون نجيو من بعد وسط العام نعملوا قانون مالي تكميلي باش فهمني نحاولوا نصلحوا زعما التوازنات. قوانين ماليه مكتوب فيها معناها باريل بترول ب 45 دولار يحاول يستوى في ال 74 و 75 نحن في وضعيه اليوم دولار في باريل يعمل لي 120 مليون دينار في الميزانيه. عن ماذا نتحدث؟ عن ماذا نتحدث؟ واضح دو كوا اون بارل واضح شكرا ويني خويا اعطيني صحيح قلب لي توجه كذا ما كانش نقعد نضيع الوقت نتقابلوا ان شاء الله العام الجاي ولاد شكون هما هو بيدهم شكون الناس خير شكرا لك سي قيس. مهم برشا اللي قلتوا انه لازمنا نحكيوا على استراتيجيا ولكن لازمنا ساعه نردوا بالنا على السقف باش ما يتيحش باش من بعد نجموا نقعدوا قاعده هذه مرتاحين ونحكيوا على الاستراتيجيا لانه اليوم فما حكايات انيه واليوم يلزمها تتحل وذاك علاش وجودكم بحذنا وذاك علاش احنا نحكيو في قضايا نتاع اليوم خلينا نشوفوا حلول اليوم. وطبعا الجانب الاستراتيجي ما نغفلوش عليه اكيد ان شاء الله اما يلزمنا اعطينا نحافظوا ساعه على السقف قبل ما يتيح علينا الناس الكل. سي محمد طاهر السيسي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري تفضل. تشكر سيدي جست نحب ناكد على انه تحيين الميزانيه على البريل بترول وعلى نسبه النمو اللي هي الا 3 وهي الميزانيه محسوبه على 4% وتحيين الميزانيه راهو مؤشر ياخذوه الفمي وغيرهم على جديه الحكومه وعلى جديه الاداره التونسيه. دونك ماناش محتاجين باش نقولوا الكلام هذايا اما الفمي يشوفوا ويشوف ويحكم على جديه الحكومه والاداره التونسيه. نرجع لموضوع الاستثمار والاستثمار لازمنا نعرفوا الاستثمار راهو على الاقل نوعين. ثم الاستثمار في تجديد آلة الإنتاج لينوفاسيون والرينوفاسيون ليكستونسيون وثم الاستثمار في الصيانة وفي التأهيل. أخشى ما أخشى أنه الكثير منا يعتبر الاستثمار الكل وخاصة لي ديو هذاك هو الاستثمار باش ينقذ الاقتصاد الوطني. سيدي هذاك الاستثمار اللي باش يزيد يبرك الاقتصاد الوطني خاطر احنا طاقة الإنتاج نتاعنا
عندنا ما صانع وعندنا مزارع وعندنا شركات وعندنا اقتصاد ماهوش قاعد يخدم على خاطر السوق ماهيش وسعته، خاطر السوق مجتاحة بالبضاعة الأجنبية. طاقة الإنتاج بتاع الاقتصاد الوطني لا تتجاوز طاقة استعمالها، كمية استعمالها 30%. طاقة الإنتاج متكونة من ثلاثة حاجات، احنا عندنا اليد العاملة وعندنا الكابيتال اللي هو فيه دي ماشين وغيره، وعندنا الانوفاسيون. الانوفاسيون ما عندناش، زيرو انوفاسيون. بالنسبة لليد العاملة مستعملة إلى درجة 30-40%، بالنسبة للآلية والكابيتال 20%. واحسبوا وحدكم، يعني احنا عندنا معامل راقدة خاطر ما عندناش وين نبيع. ناخذ كان تاع مصانع الأدوية اللي كونكورونسي، عندنا طاقة إنتاج، عندنا في السيكتور الميديكال عندنا طاقة إنتاج، أما نسوم كونكورونسي نخدموا أ 30%. دونك كي نستثمروا مرحبا، أما يلزمنا ننتبهوا مليح. الاستثمارات نعمل استثمارات ناجعة مش مدمرة، ما حاشناش ليزيديو باش يجي يستالي لك دو ترانستالاسيون دو كاباسيتي، ما حاشناش. حاجتنا باستثمار معناتها يحسن البيئة، حاجتنا باستثمار اللي ينجم ينظف لنا طرقاتنا، ينجم يجهر لنا وديانا. جيست لحظة برك، وهذا ينجم يصير بالعملة الوطنية التونسية وقت اللي نعرفه ونحروا البنك المركزي، نحروه مش اللي عنده استقلالية، يولي بالعكس امبليكيه في الاقتصاد الوطني، نجموا نمولوا استثمارات الداخلية بالعملة الوطنية. واضح، شكرا لك سي محمد طاهر. في أكثر مرة يعرج على ونعرفه موقف الاتحاد الشعبي الجمهوري من القانون الأساسي للبنك المركزي، وهو اللي ضد طبعا القانون هذا، يطالبوا في أكثر مرة بتحيينه كاتحاد شعبي جمهوري. قبل ما نمشي معك سي أشرف، نمشي مع سي رضا السعيدي عن حركة النهضة. تفاعلا مع مداخلات الخيان، احنا ساعات نحصر النقاش ديما في القضايا المتعلقه بالماليه العموميه، معناها مشكلتنا مع العجز الميزانيه، تعبئه الموارد الجبائيه، الاستخلاص الجبائي، كانه هذاك هو الاقتصاد، هذاك جزء من الاقتصاد، نسبه من الاقتصاد الوطني، ولكن الجزء الكبير الهام اللي لازم توجه له الاهتمام، وحتى الحوار تحدثوا عن الحوار الاقتصادي الوطني اللي هي محركات النمو الاساسيه. هذيك كما تفضلوا تو بعض الخيان بعض امثله ذكروا، مهم جدا. اليوم من غير استثمار ما تنجمش العجله ما تدورش، معناها من غير انك تحرر الطاقات معناها للتصدير ما تنجمش الماكينه تدور. احنا بقات شويه الاستهلاك الداخلي سواء كان للميناج والا للايطا، هذيك هي اللي قاعده تحرك شويه في دولاب النمو الاقتصادي. بينما ثم جانب اخر كذلك اليوم قاعد معطل، لما تحدثوا على التعطيل الاداري وتحدثوا على حكومه بثلث حكومه قاعده تقود وعديد المشاريع وقطاعات معطله تماما، اليوم ما تنجمش تتحرك وتتحدث على نسبه نمو معناها اعلى، وفي وقت اللي ثم عندك مشاريع عموميه معطله وعندك مشاريع كبرى خاصه معطله الى حد الان، معناها ما تحركتش، اللي هي اجراءات بسيطه في بعض الاوقات، أو ربما سي خليل يتذكر، معناها إجراءات بسيطة نتاع تلم أربع وزارات تلقى ثم بلوكاج بسيط، معناها نتاع تو هاو ناخذوا تويك روتوروت نتاع مدنين درس جدير، جزء منه معطل. علاش؟ جزء منه لأنه ثم ترونسون معناها فيه اعتراضات. نفس الشيء جابس شو اسمه جابس مدنين، نفس الشيء جزء منه جاهز وجزء معناها معطل، جزء مرتبط بقدرة الدولة على أنها تنفذ القانون، ولكن زاد ثم مزاج عام نتاع معناها ربما مزاج الثوره، ما قعد متواصل نتاع الارتفاع سقف المطالب مع ضعف الاستعداد للمساهمه في الارتقاء معناها بواقع البلاد. اليوم الحكومه سواء كانت الحكومه الحاليه ولا حكومه باش تخلفها، من غير رؤيه يخرج من ورؤيه تكون معناها شامله تنظر على الاقل، معناها اليوم حتى المخططات للخيان المختصين في التخطيط، معناها شاركنا قبل الوقت في المخط في التيروار تحط والله جبت يا اون سيمان، معناها جزء من الشيء اللي تكتب وتوافقت عليه راهي احزاب، كانت اربع احزاب توافقت وتوافقت مع الحكومه وقدمت وثيقه وتوجيهيه ومخطط شاركوا فيه بعديد الخيان هم حاضرين هنا شاركوا فيه، لكن الكل وين تحط في وزارة التنمية موجود معناها في الاتروار ولا عند الوزارات تلقى معناها في قطاع النقل قد هكا، في قطاع التجهيز، في قطاع الطاقة، واستراتيجيات مهمة جدا. إشكال مش في هذا، كيفاش تحول هذيك إلى برنامج عمل، برنامج عمل تتوافق عليه وفيه ان بلان داكسيون كامل
معناها كيفاش يتنفذ. وكما قال واحد من الاقتصاديين قال راه الاقتصاد التونسي كما كرهبة معناها في 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 حدره فيها دي بلوكاج. تنحي لي بلوكاج راهي بتبيعها بالانرسي نتاعها اللي قادره تعمل 3% 4% دو 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 كرواسونس. فهذه نقطة مهمة. ثم الأزمة السياسية فقط لأن نتحدثوا على الواحد راهي الأزمة السياسية راهي تلقي كما قلت بكري بظلالها بشكل كبير سواء في علاقتنا بلافامي في ترقيمنا السيادي في حتى الثقة في الحكومة ثقة في الدولة وراهي تأثر بشكل كبير وقت اللي يجيك مستثمر أجنبي يقول لك معناها إيش قاعدين تعملوا معناها أنتم في تونس إيش قاعدين تعملوا. فهذيك الرأس مال الرمزي اللي إحنا نجمنا نقاوموا به قبل ربما الأوضاع الصعبة اليوم قاعدين نفقدوا فيه. هذه ضروري أنه تتوجه له معناها تركيز الاهتمام. وأنا معناها سي قيس قال الأزمة جزء منها مظهرها السياسي المهم هذا فعلا لأنه هذاك هو ينطلق من غادي والباقي كله تفاصيل. عندنا الخبراء ما شاء الله اللي نجموا يسطروا البرامج وفقط يكون ثم إرادة وثم معناها توافق على برنامج عمل واضح وذاك معناها أهداف واضحة قادرة للتنفيذ. شكرا لك سيدي ذا سي أشرف. بعد ربما تنحكي شوية على يعني أهم الإشارات اللي صارت أو أهم التوجهات أو أهم التوصيات اللي قيلت اليوم. تقريبا مرات نقولوا المشكله سياسيه ومرات نقولوا انه فما حلول سياسيه وتم التحاور حولها واتفقنا تقريبا احزاب سياسيه لكل حولها وبدينا فيها او موجوده في الاداره والاداره لم تنفذها. فالحقيقه دخلنا شويه بعض المشكله وين المشكله سياسيه ولا تقنيه لانه يعني كما كنتوا تسمعوا يظهر تتوافقوني في الراي انه مرات نقولوا عنا الحلول ولكن تنفيذها شكون ينفذ ومرات نقولوا ما عندناش حلول والاداره واقفه. المشكلة فين سي أشرف؟ ما أنت تو طرحت علي سؤال. لا لا مانيش نطرح عليك سؤال خليهم بعد سؤال أعطيني تعليق. أنا ليش نجاوبك شوية على الموضوع. المشكلة وين هي؟ المشكلة أنا أقول المشكلة في القاطرة معناتها في على الهرم المشكلة غادي. واللي وحلنا تو تفرق دماهم بين القبائل ولينا كلهم قال لك شكون اللي يحكم. لا 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 تفرقت مش معروف شكون اللي قاعد يحكم. طريقة مباشرة أو غير مباشرة والمنوال الاقتصادي إذا كان فما منوال هذا معناتها هو بيدو قاعدين نمشي ماشيين به معناتها 10 سنوات واضح التوجه والإصلاحات هذيك علاش قلت من اللون نحكيو فيها معنا 3 سنين والتو ما تمش تفعيلها فراهو مش إشكال تقني. أزمة سياسية كما قال سيدي ذا أزمة سياسية فعلا أزمة سياسية والأطراف اللي قاعدة تسبب في الأزمة السياسية هي الأطراف أساسا اللي قاعدة تحكم حاليا. وفي نفس التوجه هنا إجابة لسي فؤاد وقت اللي قال إن عجبني سؤال متاعه خسارة ما عادش موجود معنا قال الحكومة كيفاش جات وكلنا نعرف كيفاش الحكومة جات وفعلا كلنا نعرف كيفاش الحكومة جات. هل نجم نحكيه على حلين أزمة سياسية وعلى استقرار سياسي وعلى معناتها علاقة ثقة مع الناس في الخارج وفي الداخل إذا كان الحكومات نطيحوا حكومات بالطريقة اللي صارت في 2020 ونحطوا حكومات بالطريقة اللي صارت في نفس الوقت. الحقيقة تساؤل معناتها ويعطي صحة سي فؤاد وماذا بينا هو يجاوبنا. الحكومة الإطار اللي جات فيه الحكومة هذية لا يمكن أن نبني عليه منوال اقتصادي واستقرار سياسي. احنا في 2020 الحقيقة مش نحكي على خاطر التيار الديمقراطي كان طرف في حكومة معناتها أنا نحكي اللي شفنا راهو عديد ما نقولش إنجازات على الأقل الأمور بدأت تتحرك في 2020 ما فما حتى سبب يخلي يعني أطراف سياسية تجي توقف المسار اللي كنا تونس دخلت فيه في 2020. احنا الاقتصاد العالمي في 2020 أعطانا هدنة الناس كل واقف في تونس بدينا نشوفه بصيص أمل نشوفه في دي ستارت اب بدأت تتحرك تونس بدأت تظهر فيها بوادر متاع هاو توجه الاقتصادي متاعنا ينجم يكون هاي الثوابت اللي نجمو نبنيو عليها. في تونس احنا في فهمنا رويحنا بالعالم وقف احنا قعدنا مع بعضنا فهمنا رويحنا نلقاو اللي عندنا انا تو كبير ياسر عندنا طاقات بشريه هامه وهامه جدا تتعدى اهم الدول في العالم اذا نجمو نبنيو عليه. عندنا منتوجات فلاحيه من احسن ما فهم وعندنا بلاد اللي سياحيا تنجم تجيب لنا موارد كبيره. للاسف كنا نجموا نقعد والاستقرار هذاك نتاع معناتها نقولوا احنا لاستابيليتي ايكونومي مش ستابيليتي يعني ما فماش حركيه كبيره هدنة. فما هدنه صارت فما هدنه هذيك كنا نجموا نحطوا فيها البرامج
كنا نقول له اي هاو بدا يظهروا عنا شباب ستارت اب بدل قانون الصرف وبدل قانون الاستثمار وبدل كذا وخلينا نبنيوا على هذاك ونقولوا المواد الفلاحيه هي اللي منعت لنا الشعب نتاعنا اللي وقت تسكرت البلاد الناس ما ماتتش نبنيوا على لاتو هذاك تونس بلاد خير وتونس تجيب الخير نقولوا راهو احنا في تونس عندنا طاقات بشريه هامه وعندنا موارد فلاحيه هامه وعندنا قطاع سياحي لازم يتبدل هذا كنا نجمو نعملوه وقت اللي احنا نبداو جاتنا ظروف باش نبداو نخدموا شيء هذا شنو اللي يصير معناتها ضربه كبيره للاستقرار السياسي تغيير للتوازن معناتها احنا في تونس يظهر لي ما نحبوش التوازن ما نحبوش الاستقرار نحبوها ديما خايضه وديما داخله بعضها لانه هذاك يخلينا معناتها انا نجمو نحقق اهداف سياسيه انا نجمو نعملوا كذا ويظهر لي سياسي خذانا برشا على حساب برشا على حساب شعبنا على حساب اقتصادنا وعلى حساب مستقبل البلاد. اجابه اخرى لسي فؤاد قال الكامور الحقيقه قال احنا شكون اللي جاب حل يعني الحكومه هذه حكومه معناتها قوية ياسر من نعمل حاجات اللي ما نجموش يعملوها حكومات اخرين انها جابت حل الكامور انا نحب نسال توا اسكو الكامور لقينا له حل وينو حل الكامور الحلول اللي عملتها الحكومه هذه كلها هي عملت ترحيل للازمه لسنوات قليله في بضعة سنوات يمكن نوصل بين 2024 وقت نوع المنتخبات اخرى وكذا عطينا نكملوا هالعامين هذوما لكن راهي عملت لنا كارثه وراهنت لنا الاجيال القدام عنا في الزيادات في الالتزامات وكذلك في انا نعاود نحكي على اللي صار مع القطاع البنكي انا نتصور القطاع البنكي اللي صار معاه راهو ينبئ بكارثه اقتصاديه كبيره على المدى المتوسط في تونس لانه يعني ربي نعاود نوضح الفكره دو سكوند راهو وقت اللي احنا نعطيو فلوس البنوك وما واحنا ما نجموش نخلصوها من بعد راهو من بعد تونس البنوك التونسيه ناخذوا فلوس من عند البنوك ونعطيوها ديزانتيري راهي البنوك التونسيه باش تدخل ليفيريست تو راهي ليفيريست تحتم عليك انك حتى الدول لازمك تصنفها وتعدي عليها دي بروفيزيون راهو البنوك نهار اللي باش تعدي بروفيزيون على الفلوس اللي خذتها من عند الدوله التونسيه اللي فوار شنو اللي باش يصير واضح شكرا ليك سي اشرف سي منصف نمشيو معاك ديما يظهر لي حتى في التعقيب تاخو الكلمه في الاخر لكن مهم برشا باش نرجعوا لك سي منصف وسيدي ذا فما سؤال مطروح عليك من سي زبير الشايب يقول انه دور الاقتصاد الموازي في الاقتصاد التونسي كيفاش تراه انت اليوم والحل للاقتصاد هذايا اصطلح على التسميه هذه باقتصاد ولكن للحل هذايا للاقتصاد اللي قاعد ينخر في البلاد اليوم سي منصف نمشيو معك هو انا فما كلمه فقط نحب نقولها الحديث هذا الأصل في السياسة هو الاقتصاد الأورغانيزاسيون بوليتيك نتاع بلاد اون فيو باش تعمل التنمية وباش تعطي الرفاه للشعب يعني في النهاية الفينيش هو اقتصاد لكن كيفاش نوصلها غادي يبدو أنه اللي يحكموا في البلاد واللي جاوا بعد 2010 تحس كونه يسيروا في البلاد كأنها ستارتاب معناها بذهنية ستارتاب ذهنية إدارة ولا ذهنية شركة ولا ذهنية خرجنا لا هاني أوت نقول كيفاش الدخول اللي دخلنا به لفامية سي خليل المشكلة كونه لفامية قص عمل الخمسة إصلاحات اللي عملهم الناس الراجحي في الليبانو بوبليسيتير مشاو منهم زوز نفذهم والبقية لا هكا ولا استقلالية البنك المركزي ديفالياسيون لا ولا ما عملش مثلا لا مازال انا مازال غادي ما سالاريال كومبونساسيون واللي زونتربريز بيبليك مازال اللي صار في البلاد هو هذيك لو كملتوا للاخر والله كان صح كان صححتوا معاه من الاول الخمسه رانا اليوم يمكن لاباس راهي وضحت الصوره اما انه مشاو الزوز وقعدوا ثلاثه الاخرين وتحت الحكومه الاولى والثانيه والثالثه ولا واحد نجم يدخل لهال مربع هذا نتاع الاصلاحات هذه مش اصلاحات اللي حصل التو تشانج ديفالياسيون راهو لي زونتربريز بوبليك نحكوا عليها اليوم الستاج اللي كانت عندها شارج فينانسي نتاع 60 ولا 20 مليار الشيفر اللي دوبلي وتريبلي اليوم الشارج فينانسي نتاع الستاج لي زونتربريز بوبليك نتاع لي كريدي ها راهو تضرب في 5 و6 و7 عاش نجم سي حبست وقيس عليها المؤسسات العموميه الكل هاو لي زونتربريز بوبليك شنو اللي صار هو من خلال النتيجه نتاع ديفاليوسيون نتاع الدينار راهو ديفاليوسيون نتاع الدينار راهو النسيج المجتمعي كل تبدل الشبيبه تو تشوفها تحب تهاجر الكل والمؤسسات اللي يحبوا يجوا ويستثمروا وما الى ذلك هو
عباد تمشي يا اخي. كنت ناخذ انا جاني ولدي قال لي شبيك في 84 وثلاث مشيتش للخارج. قلت له كنت ناخذ شهريتي ناخذ 500,000 نمشي لفرنسا تو يولوا 450 فران ولا حاجه كيما هكا. قلت له علاش ماشي اليوم؟ راه يقول لك نمشي غادي في ثلاثه ولا في اربعه على شهريتي واحد بولفرسيتو. هذه الاصلاحات اللي شفناها في لي بانو بوبليسيتير. هذه الاستقلاليه نتاع الرئاسات الاربعه، الرئيس الرابعه اللي عندنا في البلاد. شفت لا استقرار اللي حصل من الرئاسات الثلاث، ولا فما رئيس اربعة ويمكن تو يزيدنا رئيس خامس معناها في البلاد يحكم وحده في البلاد. لمن لاهي بالش اسمها بالتو معناها هاو باش الانفلاسيون والشيء الحوايج الاخرى. هاني فما حاجه نتاع الانفستيسمون اللي يحكي عليها صديقي والبي بي. هو انت ما تحبش، هو فما اراده كون الناس ما تحبش تنتج. ايقاف البطاله اليوم الحاصله اليوم هو الايقاف نتاع التشغيل، بلوتو ايقاف نتاع الانتاج. اللي عنده ستارت اب صغيره ولا شركه صغيره بالمفهوم القديم مش باللغه التو نتاع ستارت اب، يخدم في 10 و5 يصنع في دبوزه بلاستيك. كان يتكلف له 200 فرنك يهبط يبيعها ب 220، يهبط للسوق يلقاها ب 180 مللي، مش حابه يعمل. يحكم. ثم ثقافه نتاع توريد، لا انتاج، لا تلقى يستثمر لا في الانتاج لا في الزراعه لا في الصناعه. شويه خدمات بنوك وعقارات، شويه تجاره. مي سي نورمال انا كانت عندي معمل ونخدم في 10 و15 و20 ننتج بدينار نبيع ب 12% ولا تلقاه، ما نمشي نسكر ولا اربع سور دي حتى نمشي نجيب كونتينر وندخل البلاد ونبيع. وينو الفالور اجتي اللي تحكي عليه؟ وينو؟ ما فما حتى قيمه مضافه. بالك التجاره فيها قيمه مضافه، فيهاش قيمه مضافه. كان التجاره فيها قيمه مضافه قولوا لنا. ماهيش داخله اصل معناها في كي تحسبها حتى في سي 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 رضا. انت تعرف وانت في رئاسة الحكومه قعدت قداش يجي 6 ولا 7 سنين؟ وهكا لا قولوا لنا. اذا العمليه كانت مبرمجه. الحاصل اليوم احنا جينا حابين نراجعوا اتفاق الشراكه مع الاوروبيين تاع 95. ما هو وراك وارث هذا الكل، الاقتصاد تاع تونس الكل بقوانينها، البانيل تاع القوانين الكل في الاقتصاد الكل هي نتيجة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. هكا ولا يا جماعة حبسوا الأوروبيين قالوا يا ترجعوا. ما بتنجم الديماري كلمة تراجع هذيك. جاوا يحكموا ديراكت فوقها هي مشاو. هي حابسة بن علي حبسها. حبست لأنه حبست اللي صار في البلاد لأنه اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وست لاباس. شكون الفتيف؟ وين الشراكة؟ وين؟ احنا كتونس ولا الطرف الآخر؟ شنو اللي حصل؟ هات الراجع نشوف. دز القديم برا كمل الفلاحة والخدمات يودي حبس وماشي. حل تركيا مي هذم هم راهو اللي تحكي عليه. شفت المسألة كي أنا معاك راي. لا مالية عمومية ولا بولة، هذه كل ثانوية. الحديث التو ما تمش في المسائل الاقتصادية. الناس يحكوا في الإيكونومي، يحكوا على الإيكونومي ديفلوبمون. وين اليوم أعطيني حتى في كلياتنا في مدارسنا وين شكون يحكي على الإيكونومي ديفلوبمون معناها أن بروجي ديفلوبمون ناسيونال تاع بلاد؟ وين ماشيين؟ دونك اون بونس با نفتشوا في اليومي في الكور تيرم في الكور تيرم في الكور تيرم. يقول لك لا بربي تو تحكي لي في الموين تيرم كور تيرم. شباب يقول لي اليوم اعطيني اليوم اعطيني اليوم قبل ما تحش. لا مانيش باش نعطيك اليوم قبل ما تحش لا، لان وانا اعطيتك في 2011 و12 و14 هاو تو مازلنا في نفس الوضع. هذه ما هذا هو اللي صار. اللي صار كونه قعدنا في الكور تيرم والكور تيرم وين يهزك؟ مديان نبيع التليفون من الشيء، بعت التلفزه، بعدين بيع الفريجيدير، بعدين مشى بيع حتى بيع الدار. هذا هو الحصول. ها هو الكورتير. واليوم باش يمشي يخدم ويخزر ايور، يخزر بعيد. لا. دونك المسألة اليوم ملاحظة بإيجاز الملاحظة الملاحظة اللي حبيت نقولها كونه الرولونس اللي يحكي عليها صديقنا بار لا كونسوماسيون، لأن هذه هي مشات ملي حبست ملي جات ملي جا الباجي قال سبسي وقال اعطوا الجماعه في قفصه وبرا ندوروا ونعطوا الشهريات لا رولونس بار لا كونسوماسيون. سي سعيدي انت كنت وراها وجماعه اخرين تو لافو با ماذا هو بيان سور لا رولونس بار لا كونسوماسيون. واعطي الفلوس شنو لا بيبليك وغير بيبليك. شوف شفت تحب نحكيو ايكونومي ريتش كيفاش باش ما تكونش حوار ثنائي لان ما عندناش لا رولونس بار لانفستيسمون. اللي صار كونه الانفستيسور بريفي ما نجمش يدخل لانه فيها ولد فيها شكون يدخل شكون ما يدخلش. بيرسون ما نجم يدخل. شكون الانفستيسور بريفي في سيتياسيون بوليتيك
والانفستيسمون ايتاتيك البلاد ما عندهاش فلوس سي نورمال دونك تو كيفاش ترجع تعمل الانفستيسمون ولا رولونس بار الانفستيسمون من خلال السيكتور بانكير ودي المعضله الحديث الكبير ان شاء الله نهار اخر نحكوا في السيكتور بانكير في البلاد لانه هو في علاقه بالبنك سنترال بشويه الاصلاحات اللي عملها لافامي هي اللي كانت ورا الكوارث اللي عندنا في شكرا لك سي منصف نمشيو نختموا معك سي خليل حول تعقيبك على الموضوع هذا او حول ما قيل اليوم نرجع لأصل الإشكال وأنا في اعتقادي الإشكال سياسي بحته بالأساس من الأول معناها حكمة البلاد معناها ضعيفة دولة ضعيفة حكومة تصريف أعمال ناقصة نعرفش الخبر صحيح ولا شفتوا قبليك أنه شركة التاف وقفت المطار نتاع النفيذة نعرفش صحيح ولا صحيحة كان صحيح معناها ثم شركة وقفت مطار في تونس تستغل في زوز مطارات ممكن ياسر توقف الثاني تنجم توقف مستير معناها أصبحت الدولة معناها من الوهن ومن الضعف قال بورقيبة الله يرحمه أنها شركة أجنبية توقف مطار نعم لا التاف البلاغ اللي ريته التاف وقفته على خاطر فما تحركات اجتماعية خاطر دو على غريف دو على غريف ولا لا لا يعني لا اي ساكونفيرم سكو جي دي انه معناها الدوله غير قادره على تامين السير العادي للمطار وهذه مسؤوليه الدوله ماشي مسؤوليه الشركه فمعناها كيف نفس الشيء معناها هذا هو الوضع الوضع هذا شو اللي باش تمشي شو مش تمشي لفهمي شو باش تعمل بيجي ما عندك ما تعمل اذا لكش تق شهري اليوم الصباح انا نخدم في المستشفى اليوم الصباح الفريم ليا واقفين شهري ما تصبتش سكري ان كريس بسيكولوجيك شاك فوا دوما نقرو نفوتو لو 20 دو موال تعبد تخمم شهري باش تصب ولا اليوم 24 ما تصبتش بالنسبه ليهم متازمه يعني هذا الكل دليل على انه الحل يجب ينطلق من السياسي ويجب الاطراف الكل نحاول نختم في ساعه انتهى الوقت معناها السياسي هو اليوم المدخل لايجاد الحلول الاقتصاديه واضح شكرا لك دكتور طبعا لانه يعني فتنا الوقت احنا كنا نكملوا 8 فتنا الوقت بخمسة دقائق كنت حاب نكملوا الحوار نتاعنا في كلوب هاوس كما قلنا في البلاتفورم هذه الليله نزيدوا نحكيوا اكثر حول الموضوع هذا مرحبا بكم الناس الكل طبعا موضوعنا كما قلنا احنا كنا نحكيوا على تعبئه الموارد والعلاقه مع صندوق النقد الدولي 9:30 نجموا ان شاء الله نتقابلوا الناس الكل غادي اللي عنده الابلكيشن هذه اللي ما عندوش نجم يتيليشارجها مرحبا بكم الناس الكل شكرا ليكم شكرا لحزب أفيق تونس العلاني شكرا أيضا لحركة أحياء تونس سي مود أسماوي حزب التكاتل سي خليل الزاوية سي محمد طاهر سيسي عن اتحاد الشعبي الجمهوري حزب المسار كان يمثله سي حافظ الحلواني شكرا ليه حزب التيار الديمقراطي سي أشرف جبري